ماشي بعمل ميوت وانميوت. يعني ماشي تمام. كده الدنيا واضحة صح كده؟ انا عملت شير تمام، سكرين، هي وصلت الفورم وصلت. ظاهر تمام. طيب احنا هنرجع كده في السريع كده. بداية السؤال الاول بيقول لك ايه، ان انا المفروض عشان نرن ابلكيشن ماشي، الابلكيشن دي هي لاير من ضمن السيفن لايرز ماشي، او من ضمن الفايف لايرز لو هنقول حاجه اسمها التي سي بي اي بي موديل او الاي بي لايرنج تمام. طيب الترانسبورت دي اللاير اللي تحتها، المفروض ان هو عايز يقول لك في الاخر انك لما تستخدم الابلكيشن ده لازم يبقى عندك يونيك سيرفيس بروفايدر. طبيعي لا، السيرفيس بروفايدر ده هو اللي مقدم الخدمه، اللي هم اصلا عندنا اربعه في مصر، اللي هو الاورنج بزنس سيرفيس، وعندنا تيليكوم ايجيبت واتصالات وفودافون، وطبيعي كلنا مش بنستخدم نفس الـ يعني ينفع كلنا نستخدم نفس البروفايدر، مش كلنا بيبقى كل واحد ليه بروفايدر مخصوص ليه تمام. فاجابه السؤال ده غلط ماشي، الاختصار بتاع اي اس بي دي انترنت سيرفيس بروفايدر تمام. اللي مش فاهم سؤال يعني ممكن يقول عادي تمام انا مش فاهمه، نحاول ان احنا يعني نظبط الدنيا مع بعض ماشي. السؤال اللي بعده بيقول معلش في السؤال بيتكلم، الأولاني أنت يعني ما خدتش بالي قلت إيه في الآخر؟ اقول كلمه اي اس بي دي اختصار لانترنت سيرفيس بروفايدر، اللي هو مقدم الخدمه ليكي، اللي هو زي فودافون اتصالات المصريه للاتصالات، لما بتروحي تقدمي عايزه انترنت ارضي. فهو هنا كان السؤال بيقول لك ان احنا كلنا لو هنستخدم ابلكيشن او حاجه لازم كل واحد يبقى في سيرفيس بروفايدر مختلف، حاجه يونيك يعني فريده من نوعها، لا عشان كده الاجابه غلط تمام. فهمتيها؟ تمام. طيب السؤال اللي بعده بيتكلم عن انواع الكيبلينج. طيب احنا عندنا مبدئيا كده في الكيبلينج عندنا نوعين، عندنا حاجه اسمها الجايدد ميديا والان جايدد ميديا ماشي. الجايدد ميديا دي زي هي بيقول لك ان هي السيجنال بتاعتها بروبيجيت ان سوليد ميديا، زي ايه؟ زي الكبر اللي هي النحاس، زي الفايبر اللي هي الالياف الضوئيه، وزي الكوكسل دي اللي هي الكابلات بتاعت الدش بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها. زمان كنا بنستخدمها ممكن نوصل بيها الكاميرات، ممكن ناخد بيها سيرفيس انترنت بس بسرعات عاليه عشان كان الكبر ما كانش بيسبورت سبيد عاليه تمام. بالنسبه للان جايدد دي حاجه فري، هي اللي هي بتستخدم عن طريق الراديو، زي مثلا ان انا لو اخد الكونكتيفيتي بتاعتي وايرلس عن طريق مثلا واي ماكس او بري واي ماكس او مايكروويفز او ساتلايت او كده. وكان الكلام ده شرحه في شابتر 1 في بيج 26. طبعا الاجابه هو هنا بيتكلم ان هو ده ان جايدد، فالاجابه فولس ماشي. السؤال الثالث بيتكلم عن ايه، السنسيتيف باندويتس او الباندويتس سنسيتيف ابلكيشن كان ميك يوز اوف از ماتش or little throughput as happens to be available ماشي. insensitive data دي زي الحاجات الميديا، هي المفروض ان هو بيقول لك ان هي بتستخدم as much. لا طبعا الاجابه غلط. طيب الاجابه غلط ليه؟ عندنا موضحين في محاضره الدكتور في شابتر 2 في بيج 15 بيقول ان الثروبوت بتاع ان هي الابلكيشن اللي هي السنسيتيف زي ايه؟ زي المالتي ميديا ماشي. طيب الحاجات دي ايه؟ بتريكواير amount of throughput to be effective ماشي؟ يعني هنا مينيمم، هنا كان كاتب از ماتش، فعشان كده الاجابه غلط. طيب والاذر ابلكيشن سيرفيسز دي اليستيك ابلكيشن، دي بتستخدم وات ايفر الداتا اللي جايه لها هي بتستخدمها، يعني هو بيقول لك ايه؟ وات ايفر ثروبوت زي جيت، فالداتا اللي بتجي لها بتستخدمها اللي هي الاليستيك ابلكيشن ماشي؟ ده اجابه السؤال. في الفورم لما هتيجي تحل المفروض الحاجه اسمها الفيدباك كوريكت انسر او الانكوريكت، لو حليت السؤال صح فهو هيجيب لك الاكسبلينيشن بتاعه وموجود فين، عشان لو ان كيس ان مثلا انا او ممدوح حلينا غلط في نقطه فممكن ترجع لها ماشي. طيب السؤال اللي بعده بيتكلم عن الاتش تي تي بي اللي هو الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول سيرفر ماشي، بيقول ان ده ستيتلس. طيب ده برضو موجوده اهيت في بيج 24 ان الاتش تي تي بي فعلا هو ستيتلس. ليه؟ عشان السيرفر بي مينتين نو انفورميشن اباوت باست كلاينت ريكويست ماشي. دي حاجه، ولو في بارتيكولر كلاينت او بيعمل ريكويست ماشي وطالب نفس الاوبجكت مرتين في نفس الثواني
ماشي، هو بيعمل ايه؟ السيرفر بيرسند الاوبجكت تاني، ماشي، ده مفهوم الستيتلس اتش تي تي بي، تمام. فهنا طبعا بيقول ان ده يعني ستيتلس، فطبعا الاجابه كوريكت، تمام، مفيش اي مشكله. السؤال اللي بعده بيقول لك في البريزستنت اتش تي تي بي، طيب هنا بيقول لك ايه؟ at most one object sent over TCP connection، ماشي، يعني في object اتبعت عن طريق التايبس اللي هو التي سي بي. عندنا في الترانسبورت لاير عندنا نوعين من الكونكشن، عندنا حاجه اسمها اليو دي بي والتي سي بي، لازم نبقى فاهمينهم جدا عشان عليهم اسئله كتيره، ماشي. طيب بعد كده بيقول لك ايه؟ ان الكونكشن بعد ما بيستارت هنا بيعمل ايه؟ بيعمل كلوزد، بعد ما بيفتح السيشن بيعمل لها كلوزد وبيداونلود مالتيبل اوبجكت ريكواير مالتيبل كونكشن. يعني لو انا بداونلود كذا اوبجكت في نفس الوقت لازم يكون عندي مالتيبل كونكشن. طيب الاجابه دي فولس، ليه؟ عشان الكلام ده مش في الام ريزيستنت، الكلام ده في النم ريزيستنت. طيب هنروح كده اهوت في النم ريزيستنت اتش تي تي بي، ايه اللي بيتم؟ التي سي بي اللي هو الاورينتد كونكشن هو بيفتح السيشن اول حاجه، بعد كده بيقول لك ايه؟ at most one object sent over TCP connection. اللي بيحصل بعد كده ال TCP connection بيتعمل له، بعد ما بيتعمل له establish، خلاص انا عملت establish للكونكشن، بعد كده المفروض ان هي بيتعمل لها TCP connection closed. ولو انا بعمل multiple objects required عشان خاطر ادونلود لازم يكون معايا نفس القصه multiple connection، يعني كذا سيشن في نفس الوقت، ماشي. يبقى الاجابه دي غلط، ليه؟ لو كنا نون بريزيستنت اتش تي تي بي كانت هتبقى كل الكلام ده صح، ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لك الاند بوينت اوثنتيكيشن او الاند بوينت اوثنتيكيشن از ذا بيست ديفنس ميكانيزم اجينست الدوز اتاكس. طيب في السريع كده، الدوز اتاك ده ايه هو؟ حاجه اسمها يعني كلمه دوز دي اختصار لدينايل اوف سيرفيس. الفكره ان انا في ناس بتسال في الشات على موضوع التسجيل، هتسجل ولا لا؟ لا انا مش بسجل، بص اصل انا مش بسجل ليه؟ عشان خاطر هو مش هقدر يعني ارفع الفيديوهات بصراحه، ولسه الدكتور هيخش ومفيش يعني غير كام ساعه كده، فما اعتقدش يعني اللي مش فاهم حاجه يقول لي انا مش فاهم وانا هتابع معاه، مفيش اي مشكله. فسامحني والله غصب عني، هي الفكره كلها ان انا بقول لك الشباب هم اللي كاتبين على التشات. انا عارف انا عارف، يعني الناس تعذرني، لو في حد ممكن يقدر يعمل سكرين ريكوردنج من عنده يقدر يرفع يبقى كتر خيره، ماشي. وزي ما قلت لكم انا مش فاهم كل حاجه، انا بحاول اجتهد كده عشان يعني ايه نوصل المعلومه مع بعض يعني ان شاء الله. كلمه دوز دي اختصار لدينايل اوف سيرفيس. لو انا عندي سيرفر، السيرفر دوت مثلا الباندويتس بتاعته في واحد عايز هوست يا خالد، ممكن هوست بعد اذنك؟ معلش انا اسف. عينيا قد ايه ازاي ده؟ بص هتلاقي على الاسم بتاعي ابلكيشن سهم صغير كده. طيب انا فتحت الاسامي، ماشي. الاسم مصطفى ابو بكر، ايوه. اديك هوست منين؟ لا اديني سوري ريكورد هلاو ريكورد، ماشي. طيب بعد ما تسجل يبقى ابعته. ها مصطفى عينيا، حاضر يا شمس، تمام كده بتريكورد ريكوردينج ان بروجريس. بدا شغال يا خالد. طيب ماشي تمام. طيب السؤال رقم 6 بيتكلم في حته الاند بوينت اوثنتيكيشن، بيقول لك ان ده البيست ديفنس للميكانيزم بتاع اجينست الدوز اتاك. الدوز اتاك ده اختصار لكلمه دينايل اوف سيرفيس. الفكره منها ايه؟ ان انا ممكن يكون عندي سيرفر، السيرفر ده وليكن الباندويث بتاعته او الريسورسز بتاعته 10 ميجا، انا ممكن افضل اعمل استابليش كونكتيفيتي معاه وافضل اعمل زي حاجه اسمها بينج كده، او ان انا اشغل السيرفر بترافيك عالي بحيث ان انا اوقع السيرفيس دي، وده ميكانيزم من ضمن او اتاكس من ضمن التايب اوف اتاكس، ماشي. فكرته ان انا عندي سيرفر بيقدم نفس السيرفيس بتاعتي، فانا عايز اقول للناس ان السيرفيس دي انريلابل ومش ستيبل وفيها مشاكل كتيره والكلام ده كله، فانا هبطل اخش عليه. ليه؟ عشان كل شويه السيرفيس بتاعته وقع، فخلاص ملهاش لازمه يعني، تمام. ممكن الدكتور يجيب حاجه اسمها دي قبل الدي، يعني يعملها كده اهو، ماشي. دبل دي هي اسمها ديستريبيوشن او ديستريبيوتر دينال اوف سيرفيس،
او الدي دوز اتاك. ماشي. الميكانيزم ده مش هو المفروض ان انا بحمي بيه الدوز اتاكس. ماشي. ده بستخدمه في حاجه اسمها الاي بي سنيفنج. ماشي. طيب خلينا في السؤال, وفي سؤال تاني للموضوع دوت هنبتدي نشرحه تحت. الكلام ده مشروح في شابتر 1 في بيج 88. ماشي. بيقول لك الفكره انك لو عايز تحمي نفسك من الاجنست الدوز اتاك بتعمل ايه, يكون عندك فاير وول, وفي الميدل بوكس بتاعه انت بتعمل ايه بقى على الكور لاير بتاعتك, انت المفروض بتعمل حاجه اسمها فلتر الانكومينج, اللي هو الاي بيز اللي بتعدي ترافيك معين او بتشغل السيرفر بتاعي لحد ليميتيشن معين, اعمل لها ريستريكشن او اعمل لها ديتكت, وبعد كده ان انا ممكن اخد يعني اعمل له ريسيت للكونكشن واخليه يخش يبتدي من جديد, او ان انا اعمل له زي رياكتنج كده ان انا المفروض لا انت بعمل له سايزنج او بحجمه. ماشي. ما ينفعش انك انت تستخدم السيرفر بتاعي اكتر من حجمه معين. ماشي. ده افضل او الميثود اوف ان انا اجنست الدوز اتاك. ما اعتقدش ان هو ممكن يجيبه اختيارات. ماشي. ممكن هيجيبه في ترو او فولز عشان يجيب لك ميكانيزم غير الميكانيزم اللي انت ممكن تحل بيه الموضوع ده, ولو جابها لك دي دوز اتاك ما تقلقش هي هي. ماشي. طيب هنا السؤال ده بيتكلم على السي ووتر could be considered as unguided transmission medium. لا, هي المفروض انا مش فاهم يعني سي ووتر, بس هو ممكن يكون قصده بيها الكابلات البحريه اللي هي الفايبر اللي هي بتمتد من دوله لدوله بتربط قاره لقاره. تمام كده الصوت واضح؟ الصوت واضح كده؟ كده تمام. شغال. طيب. من قاره لقاره, مثلا رابط افريقيا باسيا او افريقيا بالميدل ايست او باوروبا او ويست يوروب, ايا يكن القاره اللي بربطها بيها. المهم في الاخر ان ده بيقول ان ده unguided. لا, احنا كان في سؤال فوق عرفنا الجايدد والانجايدد, فده لا, ده مش unguided والإجابة إيه؟ false. ماشي؟ معرفش هي ما اسمهاش medium, أنا اللي أعرفه إن هي اسمها media. فtransmission medium دي حاجة تانية خالص, يعني مختلفة تماما, فحتى صيغة السؤال نفسه غلط. ماشي؟ السؤال اللي بعده بيتكلم عن المالتيميديا application. بيقول لك can tolerate some amount of data loss. ماشي؟ لا, ليه؟ عشان في بعض ابلكيشن محتاجه ريلابل, او زي ما بيقولوا كده ايه, بتريكوير 100% ريلابل كونكشن. ليه؟ عشان هي بتتاثر بالكلام ده. ماشي. الحاجات اللي هي ممكن تعمل تولوريت سام لوس, عندنا زي اللي هي ممكن لو جيتر زي الاوديو او الفويس, او ممكن تسمى بالفويس اوفر اي بي. ماشي. خد الاكزامبل بتاعها ان هي الاوديو اللي هي بتقدر تعمل تولوريت سام لوس. طيب بالنسبه بقى الابلكيشن او السيرفيسز اللي هي زي البانكينج ترانسفير او البانكينج ترانزاكشن, طبيعي لو انا بعمل ترانزاكشن حاجه اي بانكينج, طبيعي ان انا يكون عندي الكونكشن بتاعتي مظبوطه 100%. ليه؟ عشان ما يحصلليش دوبليكيت في البيمنت, دي رقم واحد, عشان ما يجيش يقول لي مثلا ترانزاكشن از ريزيرفد كذا, لان هو ما اتاكدش انك عملت ترانزاكشن او لا, وفي نفس الوقت ما بتحتاجش ايرور. لازم نسبه الباكت لوس تبقى من 98% ل 100%. ماشي. وما بتحتاجش, المفروض ان هي تكون زيرو لوس, بس يعني ممكن. ماشي. الكلام ده موجود في حاجه اسمها الداتا انتجريتي. ماشي. ودي موجوده في ليكتشر 2 في بيج 15. السؤال اللي بعده بيتكلم عن الداتا جرام. في حاجه اسمها عندنا الاي بي او التي سي بي اي بي. ماشي. التي سي بي اي بي ده ليهم السيفن لايرز, اسمها التي سي بي اي بي او الاو اس اي موديل, وعندنا الداتا جرام دي في الحاجه اللي هي اسمها اي بي ليرنج. الاي بي ليرنج دي هي عباره عن خمسه, هي الابلكيشن والترانسبورت, بعد كده حد صحح لي لو انا غلطان في حاجه, بعد كده النتوركينج, بعد كده الاكسس لينك, بعد كده الابلكيشن. هم دولت الخمسه, بيختصر الثلاثه. الاكسس لينك او الداتا لينك او الداتا لينك او الاكسس لينك او الداتا لينك. ماشي.
بتختصر الثلاثه دولت اللي هي السيشن والبرزنتيشن والابلكيشن، بتختصر في الاي بي ليرنج. ماشي. الداتا جرام هنا انا عايز اشير السكرين كلها عشان خاطر افتح بس كده حاجه، احنا عايزين السكرين كلها. احنا مش هنخش في تفاصيل. ممدوح استاذنك ترد على هاني بس وتقول له ان احنا في الكول. ارد عليه فين؟ واتس يكلمني. مش عارف ارد عليه. طيب هنا الاي بي ليرنج اللي احنا لسه كنا بنتكلم فيها، هو عايز يقول لك ان الابلكيشن هنا بيكون في حاجه اسمها مسج. طيب وعشان خاطر ان المسج دي تتنقل للترانسبورت لاير، اللاير اللي بعدها كل لاير بتسلم لاير. طيب عشان دي تسلم دي اللي بيحصل بيتحط عليها الهيدر بتاع الترانسبورت. ماشي. طيب وهنا بيبقى ليها اسم، ايه هو الاسم بتاعها؟ بتبقى اسمها سيجمنت. ماشي. طيب وعشان خاطر الترانسبورت يتحط عليها الهيدر بتاع النتوركينج، الاتش دي اختصار لهيدر، والتي دي اختصار لترانسبورت، طب الان دي اختصار للهيدر بتاع النتورك. ولو نزلنا برضو تحت هتبتدي ان هو يشرح لك ان دي بتسلم دي ودي بتسلم دي ودي بتسلم دي، واخر حاجه انت بتبقى من اللينك للفيزيكال. طيب ودي اسمها فريم. عشان نفهم كده الموضوع يبقى بصوره ابسط كده، حاسس ان هي يعني الموضوع مش واضح. كل اللي بيحصل حاجه اسمها تغليف او انكابسوليتنج للداتا. تمام. بتنزل من هنا اهوت، تبتدي تعمل لها انكابسوليشن هكذا 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 لحد ما تروح للاند يوزر الثاني. ماشي. وتطلع من الفيزيكال لللينك بيتعمل لها الري انكابسوليشن او ديك انكابسوليشن، مش عارف هي المسمى بتاعها ايه. ماشي. ويبتدي يعمل زي اعاده التغليف او فك التغليف بتاع المسج اللي جايه له. المسج دي اسمها مسج لوحدها، لما بتنزل للترانسبورت دي هنا المسمى بتاعها بيختلف، هو بيسميها سيجمنت. هو حتى عامل لك سنتر كده ان بيقول لك لما دي بتتسلم لدي اسمها مسج. طيب ولما يتحط عليها الهيدر بتاعها وتنزل للنتورك اسمها سيجمنت. طيب لما تتحط من النتورك تنزل لللينك اسمها ايه؟ داتا جرام. وبعد كده لما بتطلع من النتورك تنزل على اللينك بتبقى اسمها فريم. الموضوع ده بمنتهى البساطه هو عايز يقول لك انك انت لما تيجي تخش المطار. ماشي. انا ليه شرحها باستفاضه؟ عشان عليها اسئله كتيره. ماشي. انت بتروح بتشتري التيكت بتاعتك، بعد كده المفروض الشنط بتاعتك بتبتدي تعمل تشيك ان والكلام ده كله، بتروح الجيتس تحط اللودز للكلام ده، الشنط بتاعتك كلها بتروح للطياره وبتدي ان هي خلاص بتبقى لودد والدنيا تمام. بعد كده الطياره بتطلع بتعمل لها تيك اوف، وبعد كده بتاخد الروتس بتاعها اللي هي نفس القصه، الباكت بتبتدي تاخد الروت بتاعها. ماشي. ده الروت او الباث. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ هتلاقي نفس السايكل اتعدت بس من تحت لفوق، اللي هي مشيت كده اهو. فرحت الروت او الراوتنج او الروتنج بتاعها بتاع الطياره، خلاص انت هنا استلمته. بعد كده بتبتدي تعمل زي لاندنج عشان خلاص انت هنا كان تيك اوف. ماشي. بعد كده بتبتدي تفرغ الشنط بتاعتك وبتدي تعمل كليم. بعد كده لو انت في كومبلين مثلا ان احنا السيرفيس كانت كويسه، اللي هي نظام اللي هو الافتر سيل والكلام ده كله. ماشي. ده شرح الباكت ترافلنج من الاخر يعني. ماشي. فكل واحده المفروض ان هو شارح من هنا لهنا ايه اللي بيحصل وبتبقى اسمها ايه وبتتحرك من اللينك دي تروح لللينك دي. هل هنا في حاجه مبهمه او حاجه مش مفهومه؟ لا تمام تمام. طيب. ماشي. احنا بقى فهمنا ان الداتا جرام دي بتبقى ما بين الترانسبورت والنتورك. طيب هو بيقول لك ان هي كرييتد في الاي بي هيدر في الابلكيشن لاير. طبعا احنا عرفنا لسه شايفينها ان الابلكيشن لاير بيبقى فيها المسج، فده طبعا انكوريكت. طيب بيج اي 75 هو بيقول لك اهوت ان النتورك لاير بروتوكول، وشرح بقى الكلام اللي احنا لسه شارحينه، بتكون بتحط عليها الهيدر بتاع الترانسبورت وهنا بتسمى سيجمنت، وبعد كده عشان توصل للنتورك لاير بيتحط عليها الهيدر اللي هو اسمه ايه؟ اتش ان، اللي هو الهيدر اوف نتورك. ماشي. ليه؟ عشان تكريت حاجه اسمها الداتا جرام اللي هي دي في الاخر. ماشي.
عشان كده الإجابة إيه؟ غلط. وبعد كده بيقول لك إن الهيدر ده بيوز عشان خاطر في النتورك لاير بروتوكول عشان تيمبلمنت اتش سيرفيس وهكذا. من اللاير بتسلم اللاير اللي بعدها بتبتدي تيمبلمنت اتش سيرفيس وهكذا. ده السؤال شرحه باستفاضة عشان خاطر لو قابلتنا أي بعد كده أي أسئلة تبقى إيه واضحة. السؤال اللي بعده بيقول لك إن الأفريج بتاع الثروبوت is the rate which bits transferred between the sender and the receiver at any instant time. طيب هي الإجابة دي false. ليه؟ الكلام ده بتوضح في بيج 62 بيقول لك ان المفروض لو الفايل بيكونسيست اللي هي الاف الاف دي اللي هي اللي هي ريفير للبيتس. يعني انا الفايل بتاعي المفروض ما يبقاش نفس الوقت. يعني انا على حسب الفايل نفسه اللي هو بيروح قد ايه هو بياخد تايم قد ايه. يعني السايز بتاع الفايل هو اللي بيحدد لي المده. ماشي. فهو هنا عايز يقول لك ان هي البيتس عشان يتعمل لها ترانسفيرنج بتوين السندر والريسيفر اني انستنت تايم. لا هو المفروض بيقول لك كونسيست اف بيتس اند ذا فايل ترانسفير تيكس التي دي للسكندز. بعد كده بتاخد من الهوست بي ماشي عشان يريسيف اللي هي الاف دي اللي هي بتريفير للبيتس. يعني زين ذا افريج ثروبوت اوف ذا فايل ترانسفير بتعمل ايه بقى اللي هي الاف اللي هي البيتس على الايه التي اللي هي التايم ماشي اللي هي البيتس على السكندز. يعني انا وليكن 8 بيت مثلا على ال 1 سكند او المايكرو سكند يعني على حسب ما هي الوحده القياس. السؤال ده للفهم مش هيجيب لنا حاجه ويقول لنا احسب لي الترانسفير ريت او الكلام ده كله من هنا لهنا او التايم ريت بتاع الثروبوت. الكلام ده مش هيحصل ان شاء الله. يعني على حسب كلامه معرفش ممكن ايه اللي يتم بس تقريبا ده اللي قاله 100% واكد ان مفيش اي مثال في الامتحان ومفيش اي قوانين. ماشي. السؤال اللي بعده بيتكلم عن حاجه اسمها البي تو بي اللي هو اسمها البير تو بير اركتكتشر. ماشي. هي there is no always on server in data center. هو عايز يقول لك في البي تو بي اركتكتشر احنا مش محتاجين دايما ان يكون في سيرفر موجود. ماشي. طبعا دي من اهم الفيتشرز اللي موجوده في البير تو بير الاركتكتشر بتاع البي تو بي. ماشي. هو بيقول لك هو مش محتاج دايما يكون في سيرفر. الان سيستم دايركتلي يقدر يكومينيكيت. بس معلش ممكن بس اتفضل بسيط في الحته دي هي الاولويز اون دي معناها ان هو على طول اونلاين. يعني دلوقتي هي فيها جزئين طبعا فيها جزء بتاع السيرفر وفيها جزء اللي هو بتاع هو بيقول لك نو no. لا انا اقصد يعني الحته دي فيها تو اوبشنز يعني فيها اولويز اون وفيها سيرفر لان ممكن يشيل السيرفر ويكتبها ان هو هوست عادي فاولويز اون فهي دي مش لازم لان بيبقى في بيرس تانيين. فهمت قصدي؟ يعني لو هو بدل كلمه يعني انت تقصد نو سيرفر ان داتا سنتر تقصد هو كده كده ما فيش سيرفر في البير تو بير. تمام. لو هو شال السيرفر وحطها هوست وخلاها اولويز اون تمام برضه هتبقى ترو لان هنا مش لازم تكون اولويز اون حتى لو هو هوست. بالظبط. تمام. انا بس كنت بس كده على الحته دي بس اوضح. ايوه اكد معايا عشان لو في حاجه انا مش واخد بالي منها او مش عارفها فكلنا نشير النولج مع بعض عشان نجين يعني اكبر قدر من الاجابات عشان لو في اي يعني اسئله فيها يعني غير فيها او كده يعني. ماشي. طيب من ضمن برضو بقيه الحاجات اللي هو مطلوبه ان هو بيقول لك سيلف سكيلابيليتي. ماشي. والنيو بيرز برينج نيو سيرفيسز كاباسيتي. ماشي. عند نيو سيرفيس ديماند. ماشي. البيرز ار انتر مينتنلي كونكتد اند تشينج اي بي ادريسز. هي كومبلكس مانجمنت. ماشي. ومن اشهر الحاجات البي تو بي على الفايل شيرنج هي البيت تورنت لو احنا بنتكلم على الفايل شير. طيب لو ستريمينج حاجه اسمها كان ولو الفويب اللي هو فويس اوفر اي بي هو السكايب. ماشي. فدي
السؤال ده جه تقريبا بكذا صيغه مختلفه، فعايزين ناخد بالنا من حته البي تو بي اركتكتشر. ماشي. طيب السؤال اللي بعده بيتكلم على التي سي بي اللي هو الترانزميشن كنترول بروتوكول، بيقول لك ان هو بيجارانتي المسج ديليفري وبيعمل بريفنت للدوبليكيشن. طيب هو ده ترو، هي دي من ضمن الفيتشرز بتاعه التي سي بي، ان هو طبعا بيجارانتي لان هو المفروض كل شويه بيروح يعمل سينك واكنولج على ان الباكت دي وصلتك، وصلتني، لا طب ابعتها لي تاني، ويبتدي يستبلش السيشن تاني وهكذا. تمام. فدي من ضمن طبعا الحاجات اللي هي موجوده في التي سي بي. ماشي. في اللي هو الاورينتد كونكشن. ماشي. هو بيجارانتي المسج ديليفري وبيبريفنت الدوبليكيشن. ماشي. السؤال اللي بعده كان السؤال اللي بعده بيقول ايه البروسيسنج ديلي، ده الويتنج تايم اوف ا باكيت تو بي ترانسميتد اوفر ذا اوتبوت لينك اوف ا راوتر ان اتس باس اكروس ذا نتورك. الاجابه دي فولس. بص، هي كان في شويه لخبطه كده، يعني في شويه حاجات ما كنتش فاهمها بصراحه في الحته دي. في صفحه 38 فلو حد يساعدني بس عشان خاطر ايه، احنا انا كنت متلخبط فيها جدا يعني. طيب هو هنا كان في رسمه تانية موضحه اكتر. دي. طيب هو هنا المفروض ان احنا عندنا حاجه اسمها النودل بروسيسنج او بروسيسنج. ماشي. وعندنا حاجه اسمها الكيو ديلي، وفي حاجه اسمها ترانزميشن ديلي، وحاجه اسمها البروبيجيشن ديلي. طيب اللي فاهمه هنا اهوت بيقول لك ان البروبيجيشن ديلي دوت هو الوقت ما بين ان اللينك بتكون على الداتا بتكون على اللينك ما بين التو راوترز. ماشي. ودي هنا بتسمى البروبيجيشن. ماشي. طيب الكيو ده اللي هي المفروض ان البفر او الداتا، يعني هو حتى هو بيقول لك تايم ويتنج اوتبوت لينك فور ترانزميشن، يعني كل النهايه الاوتبوت هنا عشان يعمل لها ترانزميشن. فده الكيو. ماشي. الباكيتس مستنيه الاوتبوت لينك عشان يتعمل لها ترانزميشن، وبعد كده بيبتدي تروح وترجع في الراوند تريب بتاعها. هنا بتسمى حاجه اسمها البروبيجيشن. طيب النودل دي هي المفروض بتعمل حاجه اللي هي اسمها التشيك سم او السي ار سي. ماشي. وبتديترماين الاوتبوت لينك، والمفروض ان هي ان هي الترانسفير ريت بتاعها بيبقى بالمايكرو سكندز. ماشي. بعد كده هو هنا كان شرح برضو الترانزميشن، يعني دي حتى شرح اكتر، بيقول لك ان ال دي اللي هي الترانزميشن، يعني هي المفروض ان دي الباكيت لينس، ودي بتتقاس بالبيتس، ودي المفروض ان هي اللينك باندويتس في الاخر يعني. فانا مش عارف المعادله دي، لو حد يقدر يوضحها يبقى زي الفل، لو ما حدش وضحها لنا فانا هو المفروض ان هو مش هيسالنا فيها. بص، هي باختصار شديد الحته اللي هي زي البروبيجيشن زي ما انت شرحتها مظبوطه فعلا، اللي هي ان انت اول ما بيطلع خالص من ناحيه الراوتر الاولاني لحد ما بيوصل للراوتر الثاني. حته الترانزيشن دي احنا بنمثلها بتاعه الباركينج، لو انت مثلا عندك عربيه بتطلع من باركينج، وفي بيبقى اللي هي البتاع اللي هي بتاعه الجيت دي، فبتستنى العربيه لحد ما بتطلع خالص، وبعد كده بتبتدي تنزل. ما ينفعش تنزل في نص العربيه او في بدايه العربيه. فالحته اللي هي بتستنى عبال ما العربيه تطلع خالص، دي هنا بنسميها ترانزميشن، صح كده؟ دي ترانزميشن فعلا، فبتعتمد على طول الباكت بتاعتك، تمام، والسرعه اللي هي ماشيه بيها برضه. ماشي تمام. فهي دي عشان كده بيقول لك اللينس بتاع الباكت وفي نفس الوقت اللي هي الباندويتس بتاعتها. تمام. الجزء بتاع الكيوينج، انت دلوقتي كل راوتر بيبقى فيه كيو، عدد خانات من الكيو بيستقبلها. تمام. فانت دلوقتي السبيكس بتاعته او تمام بالظبط كده، بالظبط كده. فده هنا هو الكيو ده، دي الحاجه اللي هي بعديها. اخر حاجه بقى اللي هي او اللي هي تعتبر اول ستيب اللي هي بتاعت النودل او البروسيسنج، دي فعلا اللي هي بتاعت الجهاز الكمبيوتر اما بيجي بيرمي الحاجه دي لحد ما بتوصل للكيو بس. فدي يعني السرعه بتاعتها. لو الكيو طبعا فل فاكيد طبعا انت هتعمل ديسكارد بالظبط كده بس. خلي بالكم من النقطه دي، لو الكيو او البفر مليان الباكت ما بتروحش للراوتر، بيعمل لها ديسكارد او دروب. دي معلومه مهمه. ماشي. يبقى احنا عرفنا البروسيسنج ديلي
هو المفروض ان هو بيقول لك انه ده الوقت اللي الباكت بتستنى فيه يحصل لها ترانزميشن على الاوت بوت لينك اللي هي اللي يقصد بيها اللي هي الجزئيه دي ماشي. طبعا ما اسمهاش البروسيسنج ديلي او البروسيسنج ديلي. البروسيسنج ديلي دي اللي هي اللي احنا لسه كنا قايلينها اللي هي ما بين البي سي او الاند يوزر للراوتر ماشي. بريد اوف تايم باكيت ويل كيو ويت تو بي ترانسميتد اون لينك. بعد كده ان الباكيت كان بي دروبد او لاست لو الميموري او البفر فيلر. تمام، في حد مش واضحه له النقطه دي؟ طيب السؤال اللي بعده هو هنا بيتكلم سؤال. معلش معلش ناس الفورم ممكن تبعت لنا اللينك بتاعها؟ عيني. هو فاضل 6 دقايق، انا ما رضيتش ابعتها دلوقتي بحيث ان ما تتلخبطوش ما بين اللينك ده وده يعني. لا لا براحتك. انا قصدي الواحد بس ايه يضرب على الاسئله بحيث ان انا مجرب الموضوع ده بصراحه في اللي فات كنت بتشرحه كان جميل جدا ما شاء الله يعني. عينيا تحت امرك، الحمد لله ان احنا نقدر نفيد يعني. ربنا يبارك لك يا رب. ماشي. السؤال اللي بعده بيتكلم عن الورم، بيقول لك ان الورم ده يعني هو بيقول لك ان هو ده is self replicating malware ماشي. بي ريكواير سم فروم يوزر، هو المفروض سم اكشن ماشي. بي ريكواير سم فروم اوف يوزر انتر اكشن ماشي تو انفكت يوزرز ديفايس. طيب خلينا نفرق ما بين الورم والمالوير. في واحد محتاج مني تدخل وفي واحد مش محتاج مني تدخل ماشي. طيب بيقول لك ان الورم ده بي 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 بيحصل بيعمل انفكشن من غير ان انا ابتدي ان انا اخد اكشن عليه، يعني الفايل نفسه ما اقدرش اكليك. يعني مثلا ممكن حد يبعت لي مثلا اتاتش في ميل، فانا من غير ما اعمل دبل كليك عليه او ان انا يعني ابتدي ارن، هو بيرن باسيفلي في الباك جراوند او في النتورك ابلكيشن ماشي. وان هو طبعا الكلام ده في الاخر بيقع تحت بند المالوير سوري ماشي. فالورم هو مش محتاج مني انتر اكشن عشان خاطر ان هو يبتدي ينفكت الجهاز بتاعه ماشي. وده الديفينيشن بتاعه. ده انت كده الفرق بين الورم والفيروس اللي هم الاثنين يعتبر الاثنين دول يعتبروا تحت في الاخر تحت المالوير. تمام، تحت الامبريلا بتاعت المالوير. تمام ماشي. تمام. ممكن ناخدها معاهم بالمره. هو هنا كان جايبها المالويرز ماشي اهو. هنا بيقول لك ان هي محتاجه عشان يعني الانفكشن ريكوايرد هنا مش محتاج without اهو هنا without any explicit user interaction وبيرن passively ماشي. طبعا بيبقى vulnerability في النتورك ابلكيشن، وان المفروض دوت بيبقى تحت بند الايه المالوير. هنا المفروض ان هو بيعمل حاجه اسمها self replicating infection، ولا طبعا هي زي ما قلت ان هو اكزامبل كده من الاتاتش ان هو ممكن تكليك عليه عشان تبتدي تاخد انفكتد كود او ديكريبتد كود زي طبعا انواع كتيره يعني موجوده. الكراك مثلا ممكن يبتدي يعمل حاجه اسمها بقى يعني ينجكت في البيلود اي نوع من انواع الفايلات اللي ممكن تجي لك. ممكن يكون صوره دوكيومنت، ممكن يكون يعني مثلا في هيئه EXE او لانشر او اي حاجه ماشي. وطبعا عارفين ان الجيمز دي اكتر حاجه بتشيل فيروس. السؤال اللي بعده بيقول لك ان هو سيلف سكيلابيلتي از امبورتنت بروبرتي of B2B network application architecture. طبعا احنا لسه كنا حاطين المزايا بتاعت او الفيتشرز بتاعت B2B ان هو سيلف سكيلابيلتي وان هو نيو بيرز برينج نيو سيرفيسز كاباسيتي از ويل از نيو سيرفيس ديماند ماشي. ده بخصوص B2B. طيب هنا في اعتقد كان في كذا حد بعت على الجروبس
ان السؤال ده مش فاهمينه كويس، انا برضو ما كنتش فاهم، عملت عليه سيرش كده شويه وانا وممدوح يعني اجتهدنا فيه. بيقول لك في ال HTTP في حاجه اسمها البوست. البوست ميثود دي انت بتابلود او بتعمل ابلود او انبوت في اليو ار ال فيلد اوف ذا مسج ريكويست لاين، ماشي؟ هي الاجابه هنا فولس، يعني انا ما كنتش فاهمها قوي بس انا جبتها من المحاضرات. هو المفروض ان البوست ده في الـ في الـ في الويب بيج عامه بتنكلود الانبوتس من اليوزر، ماشي؟ و يوزر انبوتس سنت فروم كلاينت تو سيرفر ان انتيتي بودي اوف HTTP بوست ريكويست مسج. يعني هي في الاخر يعني اللي انا فاهمه من السؤال دوت، ولو حد فاهم يعني اكتر يوضح لي. هو تقريبا في نوعين. تمام، لو ممدوح ماشي يوضح يا ريت. خلاص تمام. لا انا بس على حسب علمي يعني ان في طبعا حاجتين عندك، البوست والجيت. تمام. البوست الى حد ما بيبقى معمول لها هايد للحاجه اللي انت يعني مثلا نفرض ان انت مثلا بتفتح بيج معينه، تمام، او مثلا بتعمل مثلا لوجن، تمام، من ماشي. اي موقع، فالبوست مش بتطلع اليوزر كريدنشلز اللي انت بتدخلها في اليو ار ال، مع انك انت بتاكسس اليوزر بتاعك، تمام. يعني نفرض بالضبط. ان انا دلوقتي بعمل لوجن مثلا على الفيسبوك، دخلت اليوزر نيم والباسورد، فما باجي بفتح فالمفروض بيدخل اليوزر كريدنشل الاول، فاليوزر كريدنشل دي بتطلع في اليو ار ال، فانا لو عاملها جيت هيبان كل ده. البوست بيعمل هايد، بعكس الجيت بيطلع كل التفاصيل بيحطها في اليو ار ال. ده اللي انا فهمته من من ضمن المزايا بتاعت الجيت ان هي بتعمل بتستابليش الريكوست في حته، يعني انا الريكوست في سيشن والريسبوندر في سيشن تاني، عشان خاطر بيبقى بتبعت الميثودز بتاعت اليوزر نيم والباسورد تو ديفرنت ويز، عشان لو انا عملت سنيف او كابشر للترافيك ما بقاش شايف اليوزر نيم والباسورد مع بعض. تمام بالظبط كده. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لك بوست، ودي المفروض يعني هنقول كده غلط وش يعني. بيقول لك ان التي سي بي واليو دي بي الاثنين بيبروفايد مينيمم ديلي ثروبوت اند سكيورتي جرانتي. الاجابه غلط، لان التي سي بي مزاياه معظمها مختلفه عن اليو دي بي تماما او بعكسها في نسب في حاجات كتيره قوي. يعني هنا بيقول لك في التي سي بي هو ريلابل ترانسبورت بتوين سيندينج والريسيف بروسيس، ماشي؟ دي اول حاجه من ضمن المزايا بتاعته ان هو ريلابل، يعني اعتمادي جدا، عشان خاطر ان الفايل يوصل لك مظبوط 100%. طيب تاني حاجه الفلو كنترول، بيقول لك ان السندر والنوت مين يا خلود؟ انا سؤال السؤال اللي انت كنت واقف عليه بتاع تي سي بي ويو دي بي ماله؟ ده غالبا هيبقى ترو، لان الاثنين لان الاثنين انت باين بتحط لهم تايم، يعني انت اللي بتعمل حاجه بنفسك، يعني بتحط التايم والسيكيورتي والكلام ده كله. لان انت لو فتحت اللي انت كنت فاتحه الفيدباك، استنى هعمل شير سكرين. شير سكرين هو هنا بيقول الاثنين مشتركين في المينيمم ديلي والثرو اوت ثرو بوت اند سكيورتي جارانتيد، تمام. لو انت نزلت تحت في تي سي بي سيرفيسز هتلاقي داز نوت بروفايد وينك بروفايدد اي تايم مينيمم ثرو بوت جارانتيد سكيورتي، ماشي؟ هو بيقول لك دازنت بروفايد التايمينج والمينيمم ثرو بوت انا بروفايد والسكيورتي انا بروفايد برضه الاثنين نو بروفايد. اللي انا اعرفه ان دايما مشتركين في نو بروفايد، ماشي؟ لو الاثنين لو محطوطه نو بروفايد. طب انت اليو دي بي، اليو دي بي اليو دي بي نفس الكلام برضه doesn't provide the timing minimum throughput guarantee والsecurity. بس هي في السؤال provide والنون ما هي provide. السؤال لو non provide هتبقى صح، لو non provide هتبقى صح no provide. طب ما تتأكد لي. طيب أسألنا صفحة شابتر 2 17، نتأكد بس عشان لو جات ما نبقاش تايهين. واليو دي بي unreliable، يعني مشكلة احمد حمزه انه ممكن يقلب ترو فولس والفولس ترو. هو بيشتغل على الحته دي وعملها معانا في 504. خلينا مع عشان نتاكد منها. احنا بنقول صفحه 17 17 ماشي. طيب
يقول لك هنا هوت doesn't provide reliability. ماشي دي معروفة. والflow control تمام. congestion control ماشي. هنا التايمينج هو هنا التايمينج ماشي. والthroughput guarantee ماشي. والsecurity or connection setup هنا security. أعتقد الأربعة دي مشتركين صح ممدوح كلامك صح. أزاي بس يا باشمهندس ممكن تعمل هوست التسجيل يا حال ممكن تعمل هوست تسجيل يا باشمهندس لحظة واحد هو تشابتر 4 اتلغى صح ولا تشابتر 4 الناس بتقول اخره 73 باين ما اعرفش بقى اتلغى ليه تمام اوكي هو ما اتلغاش كله هو في جزء منه يعني هو ما شرحوش كله ده اللي انا فهمته انا ما حضرتش بصراحه يعني هو المكتوب بين صفحة معينة في البي دي اف اللي انا فاكره 73 حاجة زي كده يعني اوكي تمام هو بي دي اف ما شاء الله يعني 100 وحاجة لا الكلام كتير جدا صراحة قوي يعني. صراحة ومحتاج فهم يعني فانت تركيز صراحة انا عمر شوف اصلا نتورك نظري صراحة يعني. والله انا حاسس العلامات الحمراء اللي هو معلم عليها دي يعني في أغلبية الأسئلة بتاعته يعني أو حاجات مهمة بالنسبة لي ده احساس شخصي لو حد بس عنده بي دي اف يا ريت يبعته على الجروب معلش معاكم هنا ليكتشر مرفوعه باور بوينت على الفيس طيب استاذين بس باشمهندس تعمل لي ريكورد ما انا بدور بقى فين انا مصطفى في مصطفى السهم كده صغير كده جنب الاسم بتاعي allow to record local files ماشي اديتك allow recording in progress ماشي طيب خلاص كده احنا عرفنا ممدوح ان ال تي سي بي واليو دي بي ماشي doesn't provide ال التايمينج والمينيمم ثروبوت جارانتي والسكيورتي هما مشتركين هما الاثنين مع بعض في الحته دي ماشي تمام هنا بقى الريلابيليتي والفلو كنترول والكونجيشن كنترول هنا دي مزايا التي سي بي تمام التي سي بي بيعمل كده ريلابل ترانسبورت فلو كنترول كونجيشن كنترول تمام بالنسبه لي ايه وطبعا الريلابيليتي ايه مش عارف انا اللي صوتي بيقطع ولا انت صوتك بيقطع هو صوتك انت كمان تمام يا خالد انا مش عارف هو تقريبا ساب المايك واتكلم تقريبا حد تاني هو كان ممدوح بيتكلم مش عارف مين فينا اللي صوته بيقطع طب انت صوتك تمام كمل طيب احنا عرفنا هنا ان الريلابيليتي والفلو كنترول والكونجيشن والكونكشن اورينتد كل ده مزايا غير موجوده او داز نوت بروفايد اليو دي بي كل الفيتشرز دي ماشي طيب احنا عرفنا هنا السؤال عشان ما نتلخبطش هو هنا كان كاتب post TCP and UDP provide minimum delay throughput and security guarantee لو كان قال doesn't provide فكنا قلنا الإجابة true طيب لو كان قال ان كل واحدة جابها لوحدها لو TCP برضو provide هتبقى incorrect لو UDP لوحدها provide برضو هتبقى incorrect لو جاب طبعا كل واحدة لوحدها وقال not او الاثنين مع بعض فخلاص هي الاجابه ايه فولس ماشي الاجابه ترو لان هو doesn't provide ماشي خلاص كده احنا فهمنا السؤال ده تمام يا غان تمام طيب في حد كاتب على الشات لا طيب لا اتلخبط طيب هقول لك على حاجه او هقول لك انا مش عارف هو دبليو بص هي الفكرة هنا ايه ده شرح احنا عندنا في الترانسبورت لير ماشي او في الترانسبورت بروتوكول سيرفيسز عندنا حاجة اسمها التي سي بي وعندنا حاجة اسمها اليو دي بي اليو دي بي دي اهم شيء فيها ان هي محتاجة اعتمادية ما بين السندر والريسيفر في عملية النقل اتأكد فعلا 100% ان كل فايل انا بعطوله يكون وصل لك بنسبة كبيرة ماشي دي رقم واحد رقم اتنين هو بيعمل حاجه اسمها فلو كنترول بيكنترول ايه بيقول لك ان السندر will not overwhelm
ريسيفر. انا مش عارف يعني ايه اوفر هيلم دي صراحه. اقول لك يعني انا هي بمعنى ان انت دلوقتي مثلا مش هتضغط على الطرف الثاني، بمعنى ان انت مثلا دلوقتي لو انا ببعت لك فايل، لو انت الفايل لسه ما وصلكش فانا هعرف، فانا مش هبعت فايل تاني الا لما يوصل لك الفايل الاولاني، فانا مش هحط تحت مش هحط ضغط عليك. ثانية واحدة بس عشان هو ده التي سي بي، انت بتتكلم على التي سي بي صح؟ احنا بنتكلم لسه على التي سي بي. احنا بنتكلم ماشي. على حته الاوفر ويلمنج الموضوع من اوله يعني ماشي. طيب بالنسبه للكونجكشن او الكونجكشن دوت ماشي، ان هو لما بيجي نفس القصه زي ما وضح كده خالد، قال ان اليوزر او ان لو انا ببعت انا السندر المفروض شايف ان في ترافيك عالي او في كيوينج او في يوتيلايزيشن على اللينك، شايف ان بيدي نوتيفيكيشن بالظبط كده بيدي له نوتيفيكيشن بيقول له ان ده اوفرلودد فبلاش تبعت اي فايلات ثانيه. ده بالنسبه للمزايا. طيب كونكشن اورينتد ده بيقول لك ان السيت اب ريكوايرد بتوين الكلاينت والسيرفر بروسيس. تمام معلش يا خالد، بس حته بس اضافه بس صغيره، عشان كده ما بيبقاش في داتا لوس الى حد ما في التي سي بي بسبب الحته دي. تمام ان التو كنترولز دول ما بيعملوش الحته بتاعت الداتا لوس. بس بالظبط عشان ليه؟ عشان انا متاكد ان الدنيا ان الـ في فلو في فلو بالزبط. وفي نفس الوقت مش بيعمل اوفر ويلمنج او ان هو مش بيضغط او مش بيعمل ترافيك اسمه ده كونجستنشن. تمام ماشي. طيب عيوبه هو ايه؟ لا بيبروفايد تايمينج ولا مينيمم ثروبوت جرانتي ولا سيكيورتي. ماشي ده بالنسبه للتي سي بي. هنا انا جايب لك على طول العيوب بتاعت اليو دي بي. انا مش شايف ان هو قال اي ميزه لليو دي بي، بس هو عايز يقول لك ان ده عكس ده ما عدا اليو دي بي. اليو دي بي بس عشان هو سريع مش اكتر يعني. يعني ممكن بيحصل فيه داتا لوس وكل حاجه، بس هو ميزته ان هو بيبعت الحاجه بشكل سريع جدا. طبعا الداتا مش لازم تكون فيها فلو، يعني مش بمعنى ان هي مش لازم تكون مترتبه بشكل صحيح، لكن هي اهم حاجه ان هي بتوصل بشكل اسرع بكتير من التي سي بي يعني. بس دي اهم حاجه فيه يعني. البروتوكولز او الابلكيشنز اللي محتاجه ريلابيليتي عاليه بنستخدم التي سي بي. الابلكيشن اللي محتاجه سرعه من غير ما يكون مش فارق معايا يوصل او لا بستخدم اليو دي بي، لان السرعه يعني بتبقى اوفر الريلابيليتي يعني. ماشي. هنا بيقول لك doesn't provide reliability والفرو كنترول والكونجيشن والكنترول، زائد بقى ايه التلات حاجات بتوع التي سي بي. طيب السؤال بقى هنا كان في الاخر بيتكلم بيقول ايه؟ بيقول لك ان الاثنين دولت doesn't provide، لا مش doesn't بقى، الاثنين دولت بيبروفايد مينيمم ديلي زي ما كان موجود، والثروبوت وسكيورتي جرانتي. طبعا الحاجات دي هو كان هنا شرحها لك، بيقول لك doesn't provide does not provide. هنا هو نفس القصه does not provide. طيب لو كان قال doesn't provide فكانت الاجابه هتبقى كوركت تمام، فيش اي مشكله. طيب لو كان جاب لك دي لوحدها، يعني لو قال لك ان اليو دي بي doesn't provide برضو نفس القصه كانت هتبقى صح خلاص، يعني اللي هو لو لعب في السؤال خلاص انت فهمت يعني في الاخر. بس ده المفهوم يعني. تمام وصلت المعلومه ولا حد غيري ممكن يوضحها لك؟ طيب السؤال اللي بعده. تمام network layer of TCP/IP protocol stack is found in every host and router. كان في شويه يعني ما فيش معلومه صريحه او واضحه في الفايلات اللي بعتها الدكتور. بيقول ان ال TCP يعني بيتكلم على الجزئيه دي. الستاك بتاع ال TCP/IP طبعا لازم يكون موجود على اي operating system، سواء كان اندرويد سواء كان ويندوز سواء كان اي او اس سواء كان يعني ماكنتوش او اي اوبريتنج سيستم لينكس بونتو ايا يكن. لو محتاج ان هو يستخدم البروتوكول بتاع التي سي بي طبعا لازم يكون موجود، ولازم يكون موجود طبعا على الراوتر بحيث ان هي اصلا اللي بترانسفير الداتا. فده يعني ما فيهوش نقاش عليه يعني، هو ده تمام. فحد عنده معلومه برده ممكن يفيدني. احنا هنا في الام سي كيو. طيب السؤال ده بيقول لك ايه هو اللي بيجارانتي
الديليفري اند بريفنت دوبليكيشن. احنا لسه عارفينها، احنا قلنا ان التي سي بي هو اللي بيعمل حاجه زي كده، هو اللي بيجرانتي الديليفري وبيبريفنت الدوبليكيشن. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك ايه هو means ايه بقى؟ ان الهوست ذات جرانتي داتا تو بي ترانسميتد. لا السؤال الاول كده السؤال الاول في الـ في التشوز يا خالد، هيبقى الاجابه بتاعته ايه؟ هيبقى التي سي بي. مش احنا لسه مش اليو دي بي؟ لا مش اليو دي بي، مش احنا قلنا ان هو بيبريفنت الدوبليكيشن التي سي بي، لان هو بيتاكد انك انت الفايل وصل لك سينك اكنولج تمام والكلام ده كله، فعشان كده بيبريفنت الدوبليكيشن، انا ما بعتلكش فايل مرتين. صح 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 صح. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه هو means the host that guarantees data to be transmitted. مش عارف هي ليه سورس مش ترانسميتر. دي خالد كان في اول تعريف في الليكتشر وانا موجوده في شابتر 1 ماشي في الاول خالص. طيب هو هنا المفروض ان الريسيفر بيقول لك receive accept the signal from the transmission system and convert into a form that can be handled by destination services. السورس هنا فوق تاني ولا هنا؟ فوق ولا تاني. هنا الاول خالص. ايه هو ده السلايد اللي قبل ده. طيب guarantees data to be transmitted عن طريق التليفون او البي سيز. الترانسميتر ترانسفورم بيعمل ترانسفورم وانكود الانفورميشن such بروسيج الكترومغناطيك سيجنال ذات كان بي ترانسميتد اكروس سام سورت اوف ترانسميشن سيستم جرانتي داتا تو بي ترانسميتد جرانتيز داتا تو بي ترانسميتد ايه السورس. طب لو هنا يعني لو بيتكلم على السورس سيستم يعني يولد البيانات دي في السورس مش في الترانسميتر. هي اول كلمه اصلا جنريتس الداتا يعني بيولد البيانات جنريتس means is a host جنريتس انا عملها جرانتي. ايوه عشان كده ما انا بقول برضه جنريتس data to be transmitted تمام هو السورس خلاص كده احنا اتاكدنا من الاجابه. طيب ما حدش يعمل اللي هو ان السورس سيستم عشان السورس سيستم هو مكون ما بين السورس والترانسميتر زي ما كان هو شرح هنا هو بيقول لك ان السورس سيستم هو السورس والترانسميتر ماشي. بعد كده انت بتروح على البلوك دياجرام اللي هو الترانسميشن سيستم اللي هي البابليك تليفون نتورك يعني، وبعد كده بيبتدي ان هي بتمشي طبعا الداتا هنا هو كلها في ما بين اليوزرز لحد ما بتوصل للراوتر وبتدي تطلع على الجيت واي تبتدي تروح على البابليك تليفون. دي كلها بتكون ديجيتال. اول ما تخش البابليك تليفون بريمسز بتتحول لانالوج، بعد كده بيعمل لها ريموديوليشن ويبتدي يرجعها تاني من انالوج لديجيتال. عشان ده كان سؤال من ضمن الاسئله اهو، هو عايز يقول لك ان احنا في الاخر لو بنبعت تكست، التكست ده بيكون ديجيتال بت اللي هي بتبقى 0 1 0 1. بعد كده ايه اللي بيحصل اول ما بتروح البابليك تليفون سيستم دوت؟ بتبتدي ان هي تتحول لانالوج بالطريقه دي. بعد كده لحد ما بتروح للديستنيشن والمفروض ان هو بيبتدي يحصل ريسيف للداتا ويبتدي ان يعمل لها عمليه الريموديوليشن ديت او الريترانسميشن، وبتتحول تاني لديجيتال عشان الكمبيوتر يبتدي ايه يفهمها. دي الام دي ريفير للمسج اللي بعتت من السندر لحد الريسيفر او من سورس للديستنيشن تمام. طيب ايه هو provides message routing between hosts attached to different network؟ هي المفروض الانترنت الانترنت. لو جينا في التي سي بي اي بي ليرنج هو اسمها الانترنت. في هو كتبها نتورك يعني انترنت هو كتبها هي عشان بس لو حد ما يتلخبطش، هي دي تريكي. هي يا انترنت يا نتورك يعني، سواء جابها كده سواء جابها كده خليك عاملها في الشيت التاني كده اصلا.
يعني في الشيت التاني بانك الأسئلة التاني يعمل نفس السؤال ده سيبها مكرر. اه نفس السؤال ده بدل مكرر الانترنت ومغير نتورك. الانترنت نتورك. اه طيب تمام. عامة هو لو هنا او عايز يقول لك ان في الاخر ان ده في الاو اس اي موديل بتسمى نتورك، وهنا في التي سي بي اي بي بتسمى انترنت. تمام. فهي في الاخر اللي مسؤوله فعلا عن الراوتينج مسجز هي ما بين النتوركس بعضها، هي الانترنت بروتوكول او انترنت لاير يعني. طيب انا بقول لك ايه، ذا تليفون نتورك سويتشنج تكنولوجي از ايه سويتشنج، هي باكيت سويتشنج ولا سيركت سويتشنج؟ هي التليفون اعتقد ان هي سيركت، هي فعلا سيركت عشان هي فعلا بتختار باس محدد وبتحجزه ليها بس فقط، يعني عشان ما يحصلش اي انترابشن عليها او ديستربنس. تمام. ده بخصوص التليفون نتورك سويتشنج. ماشي، هي سيركت سويتشنج. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه هو، اذا مال وير كان ريكورد كي ستروكس visited website, social security members or password and upload that info to collection site. أعتقد ده الـ spyware. في الجزء بتاع security هو الدكتور مهتم جدا بيه، لاحظته في أسئلة كتيرة جدا. ياريت نقرأ الموضوع ده هنا كويس جدا يعني، الحاجات اللي عليها اللون الأحمر. ماشي. هو دكتور مركز فيها قوي. هي راحت فين؟ بيقولك في السباي وير بيقولك كان ريكورد كي ستروكس فيزيتد ويب سايتس او السوشيال سيكيورتي نمبرز او باسورد ابلود ذات انفو كولكتد سايت. ده اسمه السباي وير مالوير، يعني هو بيحاول ان هو على قد ما يقدر يريكورد الكي ووردز بتاعتك او معظم الحاجات اللي انت زي الموست فيزيتد سايتس ليك، بيبتدي يشوف الحاجات اللي هي السوشيال سيكيورتي نمبر كذا يعني. اعتقد ده اللي انا فاهمه يعني، او باسوردات. تمام صح مظبوط. بيخش على الكوكيز، بيخش على الكوكيز، بياخد الداتا من البراوزرز بتاعتك والحاجات دي كلها، فبيقدر ياكسس اي حاجه بعدين. ده كله بيبقى اسمه سباي وير. ماشي. الكوكيز دي اللي هي المفروض ان احنا لما بنيجي نعمل كلمه باسورد كده او بتظهر لنا الويندو مسج او البرومبت مسج دي. استاذنكم بس اوقف عشان اذان. Recording stopped. ممكن تستارت الريكورد هنا صفا. Recording in progress. طيب السؤال اللي بعده هنا بيسأل على، بيقولك ان every host on the network needs to have a unique IP. طيب طبيعي كلنا بنبقى عارفين ان الـ IP مش بيتكرر غير في حالة واحدة كده بس، يعني هو مش شارحة قوي بس. عامة يعني احنا المفروض ان كل واحد بيبقى ليه اي بي مختلف في النتورك، الا في حالة لو احنا كلنا بنستخدم بابليك اي بي واحد، ان احنا ممكن نكون 5 أو 6 أو 10 طالعين ببابليك اي بي واحد زي الانترنت كده عندنا في البيت، كلنا بنطلع ببابليك اي بي واحد عشان خاطر بنستخدم كده حاجة تانية اسمها ناتنج. ماشي. و في الاخر لما ان انا ببعت المسج فايل او البيلود بتاعي او الداتا ماشي او الباكت بتاعتي، المفروض ان هي بتروح للسيرفر اللي هي مثلا عايزه ان انا ابراوز ال HTTP على بورت 80 مثلا، وبتطلع ببابليك اي بي، بس بيبقى في حاجه اسمها في السيشن بيبقى البورت اللي انا مكلمه عليه، فلما الباكت بترجع تاني تعمل لها ريناتنج ليها و بيبتدي يفرق ما بيننا وما بين بعض عن طريق البورت. اللي ما فهمهاش مش مشكلة، ما يشغلش باله بيها، بس عامة لازم تبقى عارف ان كل واحد بيبقى عنده يونيك اي بي ادرس، ده في حالة اللوكال نتورك. ممكن كلنا نطلع ببابليك اي بي واحد زي موبايلي، لو كتبت ان انا what is my IP
الاقي نفسي في الاخر ان انا طالع بالاي بي دوت. لو انا على موبايلي او على جهاز تاني في نفس النتورك بتاعي طالع برضو كتب نفس القصه، هيلاقي نفسه متكرر بنفس البابليك اي بي دوت. فعامه يعني هي المفروض يبقى عندي يونيك اي بي ادرس. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لك في الترانزميشن، ايه هو في الترانزميشن لما يكون تو هوستس بيكسشينج الداتا simultaneously او ما بعرفش انطق الكلمه دي، نفس في نفس الوقت يعني. تمام. ده بيبقى اسمه فول دوبلكس. ان انا بسند وبرسيف. حد هينطق الكلمه اللي انا مش عارف انطقها دي ولا ايه؟ طيب. عندنا بيبقى في السامبلكس. السامبلكس ده لما يكون في زي تي في او راديو او ان هو حد عمال بيبعت الداتا بس انا بس بستقبلها. الهاف دوبلكس في بعض حاجات بتبعت الثاني بيفضل يريسيف الداتا يريسيف الداتا يريسيف يريسيف كل حاجه تمام. بعد كده لما بيقول له انت خلصت بيقول له خلصت، يبتدي هو يبعت. انما الفرق ما بينهم وما بين الهاف الفول دوبلكس ان احنا انا وانت بنبعت ونستقبل في نفس الوقت، زي ما يكون اتنين بيتكلموا بيسمعوا بعض، الاتنين بيتكلموا ويسمعوا بعض. طب احنا كبشر المفروض ان احنا شغالين بالهاف دوبلكس، يعني انا بتكلم بخلص كلامي غيري بيتكلم. لو بنتخانق هيبقى فول دوبلكس، انا وانت عمالين بنتكلم في نفس الوقت. لو سيمبلكس ده بقى حد اللي هو اللي هو الهاف دوبلكس ده اللي هو زي اللي هو الجهاز بتاع الشرطه كان ضبط حاجه زي اللاسلكي. اللاسلكي هو اللاسلكي فكرته ان هو شغال على الهاف دوبلكس، اللي هو مثلا بيفضل يتكلم في الاخر بيقول له حول. دي معناها ان انا خلصت الكلام ابتدي انت تتكلم. ده اكزامبل كويس ان هو يفهمك ايه هو الهاف دوبلكس. ماشي. هي بلغه الاي تي برودكاست ممكن. لا يعني في البودكاست حاجه ثانيه. البودكاست حاجه ثانيه خالص. هي سيمبلكس تعتبر تحت البودكاست. السيمبلكس تحت البودكاست. ان انا يعني احنا كلنا قاعدين بنسمع الراديو او كلنا بنسمع تلفزيون، بس مفيش حد بقى يقدر الا يبعت حاجه، احنا بس بنستقبل. ده لما نكون انا وانت بنستقبل بس مش في نفس الوقت، وده الفول دوبلكس انا وانت بنبعت ونستقبل في نفس الوقت. ده باختصار الثلاثه يعني، عشان لو قال في الترانزميشن اي سؤال عليهم باختلاف يعني السؤال نفسه. ماشي. بيقول لك انا بس قبل ما تطلع للسؤال الكلمه اسمها simultaneously. دي هدير دي اعتقد. انا ازيك يا هدير عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ ما حضرتيش معانا. معلش انا ما لحقتش ان اعرف ان هو من الساعه 7. الكلمه اسمها simultaneously. ماشي. هي تقيله simultaneously. تمام. simultaneously. ماشي. simultaneously. ماشي كمل بقى. ماشي شكرا يا دير. السؤال اللي بعده بيقول لك كنترول، ايه هو الكنترول از ا ميكانيزم اشورز ذات اسندنج انتيتي داز نوت اوفرهيلم A receiving entity with huge data. الفلو كنترول ولا الكونجيشن كنترول ولا ايرور؟ هو الفلو. ودي كانت حاجه من ضمن الحاجات بتاعه الفيتشرز بتاعه التي سي بي. ماشي. وبيقول لك ان الفلو كنترول دوت هو عباره عن ميكانيزم بيتاكد ان ال sending entity does not overwhelm receiving entity with huge data. ده الفلو كنترول، وده كان مشروح في الجزئيه دي. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه هو اللي معروف جدا من ضمن الابلكيشنز اللي هي البي تو بي. طيب هو لو هنا ما حددتش. نعم. البيت تورنت في حاله ان هو ما حددلكش، يعني هو ممكن يجيب لك سؤال يلخبطك يقول لك ان هو فويب. هو ما حددش. هو لو كان حدد بيتر ما حددش منها. فانا بقول لك يعني ان كيس ان هو بيتر نون البي تو بي ابلكيشن مثلا هو فويب مثلا، فطبيعي هتقول له السكايب. لو قال لك مثلا اللي هو الثاني ده اللي هو بتاع الاوديو اللي هو الكان لو بيتكلم على يعني ما حددش، اعتقد ان هو كده بيبقى قصده على الفايل ترانسفير. زي لو كان قال فويب كان هيبقى سكايب بي، يعني لو كان قال فويب كان هيبقى سكايب بي.
ماشي تمام. اه بقولك بس عشان يعني تيك كير، عشان لو في بس اي حاجات كده واحد في ربنا الطريق يستر ما يعني. يلعبش. اه ماشي. آه من ضمن الحاجات المشهورة في ان احنا المفروض لما بستخدم سيرفيس على الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول، المفروض ان هي بتستخدم التي سي بي، والتي سي بي ده بيكون عبارة عن ليه زي سوكت نمبر. ماشي. السوكت نمبر دوت هو رقمه 80. اعتقد ان بعض الاسئله دي هي هيست هي هي هيسال فيها، فخلينا في الكومن سوكت بورتس ان احنا نكون عارفينها، زي ال HTTP اللي هو على بورت 80. لو ضفنا هنا ان مثلا حط اس ولا حاجه، ممكن نشتغل 80 80 او ممكن نشتغل 4 4 3. ال 21 دوت تقريبا تلنت ولا اس اس اتش ولا مش فاكر. هو اشهرهم ال 80 وال 25 وال 53 ال اف تي بي. استنى كده، ال اس اس اتش لا، ال 23 اعتقد، التلنت واحد فيهم، التلنت واحد فيهم بتاع ال دي 21 ده كان ال 21 ايوه اف تي بي. طب و 25 ايه يعني؟ اس ام تي بي اعتقد. اه اس ام تي بي دوت اللي هو الخاص بالميل. لا بروتوكول. ال اس ام تي بي ده حاجه سويتشنج وراوتنج والحاجات دي. ال اس ام بي هو ال اس ام تي بي. اه مش ده خاص بالميل. لا اس ام تي بي خاص بروتوكول بتاع الراوتنج والسويتشنج والحاجات دي، اللي هي الاكستشينج الداتا انفورميشن. الاس ان اللي هو السمبل نتورك مانجمنت بروتوكول، انت ده تقصده الاس ان ام بي. الاس ان ام بي ده بتاع الميل. هو يقصد السي ان بي. لا العكس. لا هو بس في النتورك احنا عندنا حاجه اسمها الاس ان ام بي، ده بيبقى بيتراك النتورك بقى اللي هو الفلو والسيد دي كلها. الاس ام تي بي ده بتاع الميل، ده ال 25 تمام. يبقى خلينا عارفين ان ده بتاع في 53 برضو يا خالد. 53 ده بتاع الدي ان اس ولا دي ان اس تقريبا؟ دي ان اس DNS port او socket port. ده ماشي. طيب اه هو ده اللي ذكرهم في المحاضرة، اللي هو 53 وال 25 وال 80. تمام. احنا يعني ما تشغلوش بالكم ببقية هو ال DNS بيشتغل على ال TCP وال UDP، في حالة ان هو لو سيرفر لسيرفر بيشتغل ال TCP، لو من كلاينت لسيرفر بيشتغل UDP تمام. بس هو بيستخدم البورت بتاع 53. خلينا نحضر الكلام يا جماعه. ايه ده؟ الو كمل، ده حد وقع. كمل ده حد وقع. خلينا حافظين السوكت نمبرز دولت عشان خاطر هيسالنا فيها. يعني ال 21 بتاخد الاف تي بي؟ الاف تي بي 21 اف تي بي، 25 ده الاس ام تي بي، 80 ده الاتش تي تي بي، 80 HTTPS او 443، واخر حاجه ال DNS. دولت اشهر السوكت نمبر بتاع البروتوكولز المفروض نبقى عارفينها. ماشي. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك ان معلش، طب وال 53 ال DNS؟ هو ال DNS. تمام شكرا. ماشي. تاني ماشي، اللي بيقول لك ان الابلكيشن لاير بروتوكول اوف اي از انتنشوالي نوت افيلابل ان بابليك دومين بيكوز ات از نوت سبيسيفايد ان ريفرنس فور كومنت او ريفرنس او ار اف سي، ده ريكوست فور كومنت. دي هو المفروض السكايب. السكايب ده ابلكيشن من ضمن الابلكيشن اللي بتشتغل في البي تو بي، هي مش محتاجه او نوت افيلبل في البابليك دومين. يعني الايميل اعتقد ان هو بيبقى محتاج دومين، مثلا كذا، اسمي مثلا خالد حمدي @gmail.com، فده الدومين نيم بتاع الايميل. الويب لو انا مثلا www.google.com، فالويب ده محتاج دومين. الدومين دوت في الاخر بيبقى عباره عن نيم وبيتسجل في الدي ان اس قصاد الاي بي بتاع البابليك اي بي تمام.
ده السؤال بعده بيقول لك ايه هو الديلي تايم تيكن باي ا بت ترافل اكروس ا لينك بتوين تو نودز. ده اسمه الترانزميشن. ده اللي كان مشروح في اول ال ممكن بس معلش السؤال اللي قبلي معلش ده طيب هنا بيقول لك ايه هو اللي not available في البابليك دومين عشان خاطر هو مش موجود في الار اف سي او اللي ما بيكونش because is not it is not specified in ار اف سي اللي هي request for comments ماشي دي زي منظمه كده زي مش هي السكايب ليه برضو بروتوكول ومتعرف في الار اف سي لا ده حاجه بتشتغل على البي تو بي مش لازم يبقى عندي دومين عشان اشغل الابلكيشن بي تو بي ولا يو دي سي اللي هو اليو دي بي سوري عفوا لا بي تو بي اللي هو البير تو بير بتاع البير تو بير من اشهر الابلكيشن اللي شغاله في البير تو بير اركتكتشر او البي تو بي اركتكتشر هو السكايب في الفويس اوفر اي بي. طيب دي مش محتاجه دومين تمام ومش موجوده برده في الار اف سي ماشي اللي طمع. فعلا بيبقوا متاكدين منهم هو هنا عايز يقول لك ايه نوت افيلبل ماشي. فتعالى كده بالمنطق خد الويب لازم يكون ليه دومين ولا لا ليه دومين او مظبوط. طيب والميل نفس القصه فعلا يبقى ايه اللي ملوش تمام ماشي. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك ايه هو الديلي از ذا تايم تيكن باي ا بت تو ترافل across a link between two nodes. احنا كنا لسه شرحناها تقريبا في السندر والريسيفر اللي كانت في اول ليكتشر ماشي لما كنا بنتكلم في الصح وغلط. انا اعتقد ديت تو نودز يعني وهي المفروض هي راحت فين تقريبا هنا ماشي. دي اسمها اسمها دي ترانزميشن اللي هي دي. حد لو عنده اجابه برضه انا مش ممكن ما كنتش متاكد منه بس المفروض التو نودز اللي سورس والديستنيشن هي الداتا بيتعمل لها ترانزميشن عشان خاطر هو هنا ذكر الجزء بتاع البت. فلما بنتكلم على البت احنا كده بنتكلم على الفيزيكال لاير ماشي اللي هي اول لاير بيقول لك اكروس ا لينك بتوين تو نودز ماشي. طبعا احنا عارفين البروسيسنج ده ما بين اليوزر والراوتر البروبيجيشن يا خالد مش البروبيجيشن دي المفروض بتوين تو راوترز لا هي النوتس النوت يعتبرها على اللينك بتاع التو راوترز هو يعتبر التو راوترز يعتبروا ان هم النوتس وده اللي هي ترافل باس بتاعهم من هنا لهنا. طيب انت تقصد اللي هي دي راحت فين ده لا سم. هنا تعال نشوف البروبيجيشن هنا اي هو كلام ما خلت صح ماشي داود صح يقول لك ان الدي لينث اوف فيزيكال بروبيجيشن سبيد بصراحه مش متاكد منها عشان ما افتيش يعني انا ما اعرفش لا هي بروبيجيشن يعني ان شاء الله خلينا طيب نهايلايت على السؤال ده نشوف معلمه بروبيجيشن بس يعني خلينا نهايلايت على السؤال نفسه عشان لما يجي الدكتور هيشرحه كمان شويه يبقى نساله انت تقصد هنا بالتو نودز دولت ايه تقصد بيها الراوتر ولا تقصد بيها على السورس والديستنيشن اللي هو الان سيستم يعني تمام خليها بروبيجيشن طيب خلاص خليها بروبيجيشن حتى يظبط العكس ماشي. السؤال الاخير بيقول لك ايه ان الكريبتوغرافي از ذا بيست ديفنس اجينست ايه احنا عرفنا ان الدوز اتاك او الدينايل اوف سيرفيس اهي الدي والاو والاس دي كلمه دوز ماشي. الفرق ما بين اصلا السنيفنج والسبوفنج سريعا كده عشان السؤال ده يعني ذو اتجاهات ماشي. بص السنيفنج دوت هو المفروض بيبقى فيه كده زي يوزر او يعني اتاكر ماشي او اتاكس
اللي بيتم هنا بيبقى بيسمى من ان ذا ميدل اتاك. هو المفروض اللي بيعمله في السنيفنج هو بيبتدي ان هو بياخد كوبي او بيسنف الباكت بتاعتك عشان يعمل لها انالايز او اناليسيس اوف لاين في السنسيتيف انفورميشن بتاعتك. يعني مثلا وليكن ان هو جه اخذ كابشر من الترافيك بتاعك، عمل كابشر من الترافيك. انت تتكلم على موضوع الكاميرا، ممكن تعمل له بتعمل configuration بتاع الزوم ستابس من البداية خالص عشان ما يفتحش معك في الفيتشر. ايه انا دايما بيسألني الاول by default يعني هو by default كده ليه انت تاكسس الكاميرا لا ما بالديفولت انت بتغير الديفولت عشان كده انا بقول مش قصدي برضو. الفكرة هنا انك انت اول ما بتجوين انت المفروض بيبقى في زي ويندو كده بتجيلك بتسألك انت عايز تعمل ولا حاجة مثلا الكلام. لا انت وانس انك بتبتدي تختار في الفتره دي هو بيكون فاتح لك الكاميرا. لا انا بقى بقول لك افتح الابلكيشن اصلا من غير ما تفتح اي كول، بس انت خلي بالك بقى لما تعوز تعمل كول لما تعوز تعمل كول على الزوم وتفتح الكاميرا لازم تروح تغير البرميشن بتاعك. لا عادي ما انا اهو ما انا عاملها حاليا بجوين عادي على اي كول من غير ما افتح الكاميرا. anyway بس عشان الشباب ما نتعطلش عشان نلحق برده المراجعه بتاعه الدكتور اذنك بس اديني هوست ريكورد زيتك والنعمة. Recording in progress. شكرا. طيب احنا قلنا الباكت سنيفنج او المان ان ذا ميدل اتاك دوت ماشي. هو المفروض ان هو بيبتدي يكابشر الترافيك بتاعك، هو ايا يكن الطريقه اللي بيخش بيها، ممكن يكون دخل عن طريق كابل بتوصل ما بينك وما بين الراوتر ماشي، او عن طريق ان هو دخل وايرلس مثلا وابتدى يجوين معاك مثلا على نفس الانترفيس اللي في الاخر اللي هو الجيت واي. انتوا الجيت واي بتاعكم واحد، فهنا ابتدى يكابشر الترافيك اللي رايح على الجيت واي ماشي، وابتدى يعمل سنيف. لما بيعمل سنيف للباكت هنا هو ابتدى ان هو فكرته ان هو في الاخر عايز يعمل اناليسز للسنسيتيف انفورميشن بتاعتك اوف لاين. فكرته ان هو على قد ما يقدر ان هو بيكون في الباسيف او شغال في الباك جراوند معاك، وانت صعب انك تلاقيه. ليه؟ لانه مصلحته ان هو يكون اكبر قدر ما يمكن موجود معاك في النتورك. خلي بالك هو بيهنت برضو ان هو بيقول لك don't inject packet into channel، يعني هو ما بيفكرش ان هو يعمل اي injection للبيلود اللي هي الداتا بتاعتك. ليه؟ عشان خاطر هو محتاج انك انت مثلا وليكن انا الكريدت كارد بتاعتك ابتديت تعمل بيها transaction، فالترانزاكشن دي مثلا انا في الاخر خدت اليوزر الكود بتاعك او البيه كود وخدت كل التفاصيل دي، عملت بيها ترانزاكشن والتانية والتالتة وخلاص، وانت عرفت فغيرت الباسورد، فجيت بعد كده استخدمتها تاني. فانا من مصلحتي ان انا افضل كود موجود عشان في كل مرة حسنف في الباكت هبتدي اخد الانفورميشن بتاعتك من اول وجديد ماشي. ده السبوفين. بالنسبة بقى ده السنيفنج. انا اسف، بالنسبة بقى السبوفين هو عكسه. هو بيعمل ايه؟ هو بيبتدي يسند الباكت على عن طريق ان هو مثلا ممكن ان هو بينجكت في البيلود بتاعتك تفاصيل زي ايه مثلا. هو بيقول لك imagine unsuspecting receiver say an internet router. هو بيقول لك ان انا الانترنت راوتر ماشي، who receives such a packet takes false source address as being truthful and perform some command embedded in the packet content say modifies its forwarding table. يعني من الاخر مثلا ان هو ممكن يفتح لك ويب بيج مثلا زي الفيسبوك مثلا، يقول لك انا الفيسبوك بتاعك وعمل لك البيج ديت، ويبتدي يقول لك ان هو حط اليوزر نيم والباسورد بتاعتك، وتبتدي انت تحط اليوزر نيم، فهو اخذ التفاصيل دي عن طريق ان انت مثلا حطيت اليوزر نيم والباسورد بتاعك. فالميكانيزم الاجينست الكلام ده كله هو الاند بوينت اوثنتيكيشن، ده افضل شيء برضو. لو حد عنده تفسير اكتر او يقدر يبسطها اكتر من كده مفيش اي مشكله، يعني عشان لو الناس ممكن ما تكونش فاهمه الفرق ما بين السنيفنج وما بين السبوفنج. اظن كلامك واضح يا خلود يعني تقريبا. خالد معلش ممكن تقولها تاني؟ طيب
الفرق هنا ما بين السنيفنج، واحد هو بيكون في الباك جراوند باسيف، فكرته ايه؟ فكرته ان انا موجود قاعد بتجسس عليك، بعمل سنيف، او مش سنيف حرفيا ان انا بشم الترافيك، لا سنيف ده ان انا ببتدي اكابشر الترافيك، اخد منه نسخه وابتدي اعمل لها بقى اناليسيس. الداتا دي ده كان بيأكسس على الفيسبوك، فانا اخد اليوزر نيم والباسورد بتاعه، هو بيأكسس مثلا الصفحات البنوك، بيأكسس مش عارف شغال في شركه كذا، فاعرف اليوزر نيم والباسورد بتاع الشغل بتاعه، وهكذا بقى كل السيرفيسز اللي هو بيستخدمها بيبتدي ان هو يعمل لها سنيف، ده بيكون باسيفلي موجود. طيب البيست ديفنس بتاعه عشان خاطر ان انا ابتدي يعني حتى لو اخد كوبي من الداتا دي، انا بعمل حاجه اسمها الكريبتوغرافي او بانفولف الكريبتوغرافي، ان انا بعمل شفره، بحيث ان انا مثلا انا ممكن يكون مثلا انا بتكلم انجليش ومثلا خالد بيتكلم انجليش، او كل الناس اللي مع يعني في ناس في واحد بس بيتكلم انجليش بس، طب والباقي هو بيتكلم عربي، فاحنا بالنسبه له كلام مشفر، هو مش فاهم حاجه، فحتى لو اخذ الداتا هو مش هيبقى بالنسبه له يوزلس، مش ذو نفع بالنسبه له. ده الاتاك وشرحه، وده الميكانيزم ان انا اجنست الاتاك دوت او الديفنس اجنست الاتاك ده. ده نفس القصه ان انا ببتدي بعمل حاجه اسمها انجكت، بعمل لك فيك بقى بيج، بعمل لك فيك اي حاجه، وابتدي الكلام ده بيحصل ازاي، ان انا مثلا المفروض ان الداتا بتاعتي اللي انا ببقى بحط مثلا يوزر نيم والباسورد، بحط الداتا بتاعتي بشكل عام ان انا محتاج اكسس HTTP على بورت مش عارف ايا يكن ايه هو، وعايز ترانسفير فايل او الكلام ده كله، فهو بينجكت في البيلود دوت قبل ما الترافيك يطلع للجيت واي، هو بيقول لك انا الجيت واي بتاعك، فانا بقوم باعت له الداتا يغير فيها ويبعت للايه المفروض يعني ان هو بيبعت الداتا دي للسيرفر، يعني على اساس ان انا ببقى فاهم كده. بعد كده ممكن بقى هو بياخد فيك بقى بيج ويعمل لي اوف لاين بيجز كده، ويبتدي ان هو ايه يغير في الكلام ده كله. الحل بتاعه ان انا عشان احل المشكله دي بستخدم حاجه اسمها الاند بوينت اوثنتيكيشن، اند بوينت اوثنتيكيشن ماشي. الميكانيزم دوت بيقلق او بيديترماين سيرتينيتي او سيرتينيتي 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 اف مسج اوريجينيتس فروم وير وي ثينك ات داز، زي الاو تي بي فيريفيكيشن بالضبط. الاو تي بي ده حاجه اسمها اللي هي السنجل ساين اون او وان تايم باسورد ماشي، بستخدمه المره واحده، بعد كده بيكون انفاليد، بيكون اكسبايرد خلاص. فحتى انت لو اخذته انا خلاص استخدمته وابتديت ان انا استخدم السيرفيس بتاعتي، او ممكن بتسمى تحت بند التو فاكتور اوثنتيكيشن او التو اي فاكتور اوثنتيكيشن، حاجه برضو خارج تقريبا مالتي فاكتور اوثنتيكيشن. بقول لك حاجه تانية تقريبا اللي هو السنيفنج ده بيبقى انت داخل نفس النتورك، يعني مثلا داخل نفس الشركه. السنيفنج ولا السبوفنج توصل؟ السنيفنج. السبوفنج عكسها بيبقى خارج النتورك، وبس بيقدر يغير زي ما انت قلت في الفورواردنج تيبل، عشان كده بيقدر ياخد ممكن يكون جوه برضه. هو هنا عايز يقول لك ان ده السنيفنج ده تايبس من المان ان ذا ميدل اتاك، تمام. هو بيقول لك انت في البريميسز بتاعتك، ممكن يكون اوت ممكن، بس هو معروف عنه ان هو بيبقى جوه النتورك، ممكن يكون بره النتورك عادي. بس بتبقى عارف اللي هو صعب جدا، تمام. يعني اقصد يعني لو هو جاب عن طريق بابليك، جابك من البابليك انترنت، يعني مش تمام ان انا اكون على الوايرلس او جوه اللان بتاعتك. اوكي تمام كده؟ انا بستفسر على فكره، انا مش ما عنديش معلومه بخصوص البوينت هو دي، ممكن بس انا افتكرت ان ده فرق بين الاثنين. يعني لا، هما الاثنين المان ان ذا ميدل اتاك، صح يا هاني ولا ايه؟ مش عارف قاعد ولا مش قاعد، موجود. طيب هو المان ان ذا ميدل اتاك ممكن يكون في البريميسز بتاعتك او بره البريميسز ولا يعني مش هي بتبقاش مان ان ذا ميدل اتاك، هي بتبقى فكره ان مثلا فيسبوك مثلا يظهر لك في حرف او يزود لك في حرف، فانت تخش تكتب اليوزر نيم والباسورد بتاعك وبعد كده يدخلك على الفيسبوك بتاعك. ده في السبوفنج، ان هو ممكن يبعت لك زي بس ده بيسمى تحت بند الفيشنج يا هاني، صح؟ ما هو لا
بيسمى تحت بند الفيشنج ان هو بعت لك URL او فيك ايدنتيتي. ما هو نفس الكونسبت ان هو خد الداتا عن طريق ان هو يعني ايه سمع الحاجه اللي هو عايزها وبعد كده خلاص دخلك الداتا السوليد سايت الحقيقي. بس طيب باشمهندس هاني بس معلش عشان لو جاء في الامتحان الجزئيه دي اللي هي الفرق بين السبوفينج والسنيفينج، هل السنيفينج بس انترنال داخل نفس النتورك والسبوفينج ده خارج النتورك ولا الاثنين عادي؟ هما الاثنين انترنال. الاثنين عادي. انا متاكد من المعلومه دي. اوكي تمام تسلم. يعني ممكن بص فكره برضه ان ممكن يبقى في سيرفر ثاني زي الدي اس بي او الراوتر زي ما قال بالظبط، هو بيكولكت الداتا وبعد كده يفرور الداتا بتاعتك راوتر الحقيقي. فاهم قصدي؟ هو تمام واضح. بياخد الداتا بتاعتك كلها وبعد كده يفرورك وانت مش بتحس باي حاجه، هو مجرد حاجه في النص بالظبط. شكرا. الترافيك بتاعك اوكي تمام. انت كنت بتتكلم عن ايه ده السبوفينج؟ ممكن يجيب حاجه ثالثه الفيشنج بس هو ما ذكرهاش الحمد لله. فيشنج تفاصيله كتيرة. يبقى احنا كده عرفنا الموضوع الفيروس ان كلهم بيقعوا تحت بند المالوير ماشي. فيروس والورم والسيلف ريبليكيتنج والسباي مالوير ماشي. خلاص كده احنا عرفنا الفروقات ما بينهم كده. البوت نت هي عايز اقول لك برضو انك انت بتبقى بريدج فاهمني. والفكره انك انت ممكن يعني ان احنا مثلا جينا في فتره كانت مصر يعني معرفش مش متاكد من المعلومه دي سمعتها قبل كده اللي بيقول لك مصر كانت مصنفه من ضمن الدول التوب اتاكرز على العالم. بس الفكره لما جم بعد كده ان هم يبتدوا يعملوا اناليسيس والكلام ده والتفاصيل دي لقوا ان احنا كنا بريدج او مستخدمين كبوت نت. الاي بي تي في بتاعنا بقى والتي في بشكل عام والموبايلات والكلام ده كله انك انت عندك حاجه اسمها بوت نت. والبوت نت دي ان هي الديستريبيوشن بتاع الدوز اتاك اللي هي الدينايل اوف سيرفيس. ان انا بدل ما بعمل دينايل اوف سيرفيس من يوزر واحد عشان ما تعمليش بلوك ماشي خلاص انت عرفت كده السورس بتاعه والديستنيشن قصدي الديستنيشن عارف ان انا السورس ان انا اللي بعمل كده فبالتالي ابتدى ايه هيديني بلوك او هيريستريكت. لكن لما نكون كتير مجموعه كتير حوالين العالم فبالتالي ايه هو مش هيفهم ان ده ميثود اوف اتاك تمام. صعب ان هو برضو ايه يخمن الموضوع ده. ده بالتقريب يعني كده تمام كده تمام صبيات خالص. لا تمام هو صوتك واضح يا خالد. ممكن يكون عندك مشكله تقريبا من عنده هو النت عندك ضعيف. ممكن يكون النت عندك ضعيف يعني الاجابه هتبقى باكت سنيفنج. احنا في الاخر ما رحناش للسؤال. احنا خلاص عرفنا ان الكريبتوغرافي هو بنستخدمه على عشان خاطر الباكت سنيفنج ماشي. طيب والاند بوينت اوثنتيكيشن ده بنستخدمه عشان السبوفينج الدينايل اوف سيرفيس لما بنعمل فاير وول ونبتدي ان احنا بنرياكت ونشوف بقى بنديتكت مين اللي بيعمل عامل ترافيك عالي على النتورك يعني دي وبنبتدي ان احنا نريستريكت الكلام ده او نبلوك يعني تمام ده كل واحده فيهم. ده احنا كده خلصنا اللي هو بنك الاسئله الاولاني. مش عارف عايزين تخشوا في الثاني ولا هتريحوا شويه عشان مع الدكتور ده انت عايزين ندخل في الثاني؟ لا ندخل في الثاني. هو ما فيش وقت للاسف عشان الوقت هيبقى مزنوق فيا ريت لو ممكن ناخدهم في السريع. ناخدهم في السريع يا خالد. انا من رايي نخش بدون شرح يعني حتى بسرعه. هو كده كده خلي بالك الدكتور هيشرحهم تاني. Recording in progress. ان معظمه مقرر. طيب خلينا بس ناخدها في السريع مش هنطول ماشي. بيقول لك هنا يعني حد يعني ساعدوني في الاجابات لان انا برضه انا لسه مش عارفها كويس بصراحه ف صححوا لي بس عشان قولي لي ان الاجابه ايه ماشي. بيقول لك ان ال DHCP server return to host main pieces of information. هو 2 ولا 3 ولا 4. ال DHCP بيعمل 4 way handshaking بيعمل حاجه اسمها discovery بعد كده الاوفر
بعد كده الريكوست بعد كده الاكنولج. السيرفر نفسه بتاع الدي اتش سي بي المين بيسز اوف انفورميشن بتاعته هم بيبقوا اتنين. طيب العمليه كلها بتتم في اربعه، فاحنا المفروض ان هي دي تبقى اتنين لان هنا اختص بالدي اتش سي بي، بيقول لك ريتيرن. ماشي. لو حد لو انا اجابتي مش صح حد يصحح لي بس بالله عليكم. ماشي. بيقول لك الهوستس اند ايميل سيرفر كوميونيكيتنج اوفر يو دي بي يوزنج البورت اي. احنا قلنا 25 اللي هو الاس ام تي بي، صح كده؟ احنا قلنا ان ال انا بس مقدمهم. ماشي خالد، انت سالت بتقول ايه؟ للاس ام تي بي ده اللي هو 25، وقلنا ان ال 53 ده اللي هو الدي ان اس. اه وال80 ده اللي هو ال HTTP. تمام. احنا خليكم خليك بس معايا خالد عشان لو في حاجه انا مش عارفها في الحل يعني تقدر تعدلها معايا. ماشي. يقول لك اليو دي بي it checks some traits in segment content as consequence sequence of a bytes integer. انا مش فاهم السؤال ده، بس اللي تشيك سم المفروض treats in segment content as sequence of هي تقريبا كانت 4 بايت، كانت 4 بايت كله ده عشان خاطر موضوع ال CRC. السؤال رقم 6 ماله؟ 53 ده دي اس ان دي ان اس دي ان اس. هو هنا بيقول لك، خلي بالك، هو هنا بيقول لك ان الهوست اند ميل سيرفر، انا كهوست والميل سيرفر بنكومينيكيت على انهي بورت على اليو دي بي، او بنستخدم انهي بورت، او ممكن يغير لك كلمه بورت دي ويقول لك سوكت. فهي 25. لا بص، انت احنا عندنا حاجه اسمها الترانسبورت لاير. الترانسبورت دي منقسمه لحاجتين، حاجه اسمها التي سي بي زي ما شرحناها، وحاجه اسمها اليو دي بي. ماشي. في بعض بروتوكولز بتشتغل على الاثنين، تشتغل يقول لك انا بشتغل مع اليو دي بي وبشتغل مع التي سي بي. ماشي. طيب ممكن يقول لك ان انا بشتغل على 25 على اليو دي بي، هل معنى كده ان 25 على التي سي بي لازم يكون بيشتغل عليه؟ لا مش شرط. طيب عندك الدي ان اس هو بيشتغل على بورت 53 على الاثنين، اليو دي بي والتي سي بي. فهمتها كده؟ طيب عندنا 80 الاتش تي تي بي بيشتغل على 80 بورت 80 على التي سي بي، ده للتاكيد. هنا بيقول لك ان اليو دي بي اللي تشيك سام بتاعه، اللي تشيك سام دي عباره عن معادله كده عشان خاطر لو حصل اي تغييرات في الداتا يتاكد ان هي طلعت من هنا لهناك، فيبتدي ياخد ال 4 بايت دي انتجر دولت، ان هو بيعمل عمليه التشيك سام دي يعني. ماشي. هنا بيقول لك ان الابلكيشن لاير بروتوكول اوف اي از انتنشنالي ماشي نوت افيلبل ان بابليك دومين. احنا لسه كنا حالين السؤال ده وقلنا ان ده السكايب. ماشي. بيقول لك انسايد راوتر السويتش، انسايد راوتر والسويتش فيا اي الفورورد مالتيبل باكيت امبيرل، يعني عشان خاطر ان هو يبعت مالتي باكيت امبيرل ده بيبقى كروس بار. اتفضلي. معلش يا خالد، هي رقم 5 انتوا عملتوها ايه؟ لان انا ما خدتش بالي. 4 4 تمام. شكرا. بياخد 4 بايتس عشان يبتدي يعمل التشيك سم. تمام تمام. مع انه والله قال انا مش هجيب اي ارقام خاصه بالكونتنت بتاعه الباكيت او السيجمنت او الحاجات دي كلها الفريم. دكتور غريب طبعا قال مش هجيب، يبقى هجيب. والله قال ما هجيب اي حاجه خاصه بالباكيت، ان انا نحفظ الحاجات دي، قال لك لا ابدا. بس يعني هو ممكن يكون جايبها في الشيت، يعني عايز يقول لك بس تكر من دي. ماشي. السؤال اللي بعده خالد، بس معلش ثانيه واحده، معلش فضل. السؤال 5 بس عشان كان في حاجه غلط انا عملتها. هي 16 بت، 16 بت 2 بايت عفوا. ماشي تمام. ال 16 بت هي هي 8 و 8 16. اه طيب هو هنا كاتب بايت. اه صح
تمام ماشي معلش عشان دي اتلخبط فيها. تمام طيب معلش يا جماعه صلحوها، هي دي 2 بايت او 16 بت. 16 بت اه لو قسمنا البت في 8 1 بايت ماشي. طيب بيقول لك الانسايد الراوتر والسويتشنج فيا ايه المالتيبل باكيت ان بارلل. الراوتر والسويتش هو بيبقى فيا ميموري ولا باس ولا كروس بار؟ اعتقد هي ايه الباس فورورد ولا ايه؟ هو بيقول السويتشنج جوه الميموري بيعمل فورورد. جوه الراوتر والسويتش. لا 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 الكوما دي مش دي عند دي. هو بيقول لك جوه الراوتر السويتشنج فاهم عمليه مش عملية اوكي السويتشنج الراوتر يبقى فيا اعتقد ان الباس فورورد اعتقد يعني ما مش متاكد. حد عنده معلومه عن السؤال ده؟ لا خدها كده كوبي وشوف. طب هايلايت عليها خالد، هايلايت على السؤال وندخل في اللي بعديها. هو بيقول لك ان ديفرنت اوت بوت، بس خلينا نشوفها بعدين مفيش اي مشكله ماشي. سيب السؤال ده. طيب بيقول لك ان الاي بي فيرجن 6 ماشي يوزز ايه بيتس فور سبيسيفاينج هوست ادريسز. الاي بي فيرجن 6 هو بيبقى على 128 بت. ماشي والاي بي في 4 بيبقى على 32 على 4 اوكتيت. تمام الاي بي في 6 معانا ولا محذوف؟ ايه هو الاي بي فيرجن 6 معانا ولا سبيسيفاينج هوست معانا؟ ممكن يكون بيحدد ولا هو عايز كله؟ هو عايز يقول عشان لك في حاجات انت لو عارف الاي بي فيرجن 6 اوله بيبقى ثابت بيبقى كده متغير. ما شرحهاش انا، كنت في المحاضره الاخيره في الرابعه هو مجرد بس قال لك انا عايزك تعرف لي الويت اللي بيشتغل عليه الفيرجن 6 والتفاصيل بتاعته دي. يعني كان اصلا هو اتكلم ليه اتكلم في الفيرجن 6 عشان خاطر يقول لك ان ده عالج مشكله ان اللي حصل في الاي بي فيرجن 4 ان هو خلص خلاص وما بقاش فيه اي سايز ان الناس تقدر تستخدم دوت قبل ما يعملوا حاجه اسمها الناتنج. فابتدوا ان هم عملوا الاي بي فيرجن 6 وده كان 128 بت. ماشي طيب يقول لك ايه هي اللاير اللي بروفايد المسج راوتنج بين هوستس اتاتشد تو ديفرنت نتورك. المره دي اهو زي ما ممدوح كان قايل لنا في السؤال في الاولانيه، مره انترنت ومره نتورك، مره انترنت ومره نتورك. فعشان خاطر دي موجوده في الواحده في الاو اس اي موديل والثانيه في التي سي بي اي بي لاير. ماشي هنا بيقول لك ان دي اتش سي بي allow a host to dynamically obtain an IP address from a network server when this host joins this network. هو فعلا هي من اهم الخصائص بتاعت الدي اتش سي بي ان هو فعلا بيبتدي يوبتين ان انا او يوزع لي الاي بي بتاعي بطريقه دايناميكلي من خلال هو ممكن يكون في النتورك سيرفر. ماشي يعني ممكن يكون على 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 سيرفر، ممكن يكون على الراوتر نفسه السيرفيس دي موجوده عشان خاطر ان الهوست يقدر يجون النتورك مفيش اي مشكله. طيب لو الدي اتش سي بي مش موجود هل انا ما اقدرش اكسس النتورك؟ لا اقدر اكسس النتورك بس بدل ما هيبقى دايناميكلي هيبقى استاتيك او مانوالي. ابتدي ان انا احط الاي بي رينج بتاعي انا اللي بضيفه. فده صح ده ترو. ماشي بيقول لك ايه هنا البوس التي سي بي واليو دي بي بروفايد مينيمم ديلي وثرو بوت اند سكيورتي جرانتي ده ترو. السؤال ده مكرر؟ لا ده فولس 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 نوت بروفايد نوت بروفايد انا هاتي. السؤال ده مكرر برضه بس ده فولس.
فولس ها ركز يا خالد doesn't provide السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته معلش الشيت ده مش معايا ممكن حد يبعته لي انا يا حاضر انا هبعت كل الماتيريال حالا قبل ما نخش دلوقتي للدكتور معلش انا اسف لا لا انا يا تحت معلش انا بيقول لك ترانزميشن كنترول بروتوكول جرانتي مسج ديليفري اند بريفنت دوبليكيشن ده ترو هنا بدل ما كان يقول لك تي دي خلي بالك هو جاب لك ترانزميشن كنترول بروتوكول ماشي ف هو ما حبش ان هو انا عايز يفهمك ان ده تي سي بي في الاخر يعني فده ترو ماشي الداتا جرام از كرييتنج ابندنج ان اي بي هيدر تو ابلكيشن باكيت ده فولت ماشي الدي ان اس اند الاس ان اس ان ام بي يوز التي سي بي از اندر ليرنج ترانسبورت بروتوكول بص هي الدي ان اس دي بتستخدم اليو دي بي في العموم يعني هنا اللي انت كنت بتتكلم فيها هاني فولس دي ان اس اصلا بتستخدم اليو دي بي في الاغلب يعني هو خلي بالك هو هنا جابها لك الاس ان ام بي على اساس انك تتلخبط ما بينها وما بين الاس ام تي بي فاهمني فهو بيقول لك ان ده اندرلاينج الترانسبورت بروتوكول فده انكوركت ماشي الاي سي ام بي مسجز ار كاريد ان كاريد ان داتا جرام اس تي سي بي ويو دي بي سيجمنت ده سيجمنت دي اللي هي بتبقى من ده لده اعتقد فولت ولا هي ماشي ما هو البنج هو داتا جرام طيب ما ممكن حاجه تقع عادي ما هو بيقول لك ان المسج دي ار كارد ان الاي بي الاي سي ام بي اسمها هي كمصطلح بشكل عام زي ما هاني قال لك اشهرهم البنج ان انا لما اجي استخدم البنج سيرفيسز مثلا ان انا بفتح سي ام دي مثلا واكتب بنج تول اللي هي البنج اللي انا عايز اشوف السيرفر ده موجود ولا لا الاي سي ام بي دي انترنت كمبيوتر مسج بروتوكول او ماشي دي بيقع تحتها كذا مسج يعني عشان خاطر الاس ان ام بي عشان خاطر ال البينج بروتوكولز كتيره يعني فدي في الاخر هي بتستخدم في اللاير 3 في الداتا جرام اس تي سي بي اند يو دي بي سيجمنت مش متاكد بقى من حته التي سي بي يو دي بي سيجمنت دي بس خليني هي يو دي بي بس اعتقد استنى هي كانت موجوده في ال اللي هي الحته اللي كان بيشرح فيها هنا عايز بس اتاكد من حاجه اللي هي دي الترانسبورت هو بيقول لك من الترانسبورت للنتورك ولا فاطمه عباس الكاميرا مفتوحه بتبقى من هنا من فين لفين اعتقد ان هي سيجمنت انا مبدئيا دي مش متاكد منها بس سيبها دلوقتي لحد ما نشوف الاي بي في 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 6 انكريزز ذا نمبر اوف اسايند بيتس تو هوست ادريسز ويز اوت اني اذر ادفانتج اوفر الاي بي في 4 غلط طبعا هو الاي بي في في 6 هو في فيتشرز كتير اكتر من الفيرجن 4 هو العكس ايه هي increases the number of assigned bits ماشي to host addresses without any other advantage يعني بس بيقول لك مفيش اي ادفانتج ثانيه هي كانت موجوده في ليكتشر 4 في تحت في الاخر خالص قبل نهايه تقريبا حاجه و60 حاجه 70 حاجه 60 يعني هي لو العكس تبقى صح بص هو ده هنا هي بعد الناتج اعتقد بيقول لك initial motivation ان ال 32 ده على الفيرجن 4 space would be completely allocated ال additional motivates او speed processing forwarding على 40 byte fixed length header
enable different network layer treatment over of flows of flows ماشي. وهنا ابتدى يشرح لك او يعني ان هو بيقول لك يعني ان ده افضل منه ليه, لانه ما عندوش لا fragmentation ولا check sum ان هو يقعد يعمل الكلام ده كله. فطبعا الكلام ده بيقلل من اهو بيقول لك what missing compared with IPv4 ماشي, will available as upper layer next header protocol at router. يعني فكل دي حاجات افضل من في الفيرجن 6 افضل من الفيرجن 4 ماشي, عشان كده كتبتها فولس. بيقول لك الاي بي في 4 uses 4 bytes to specify host addresses while version 6 uses 6 bytes. دي غلط, احنا قلنا لسه شايفينها دلوقتي اهي صح. ما هو ده بال 128 بت في الفيرجن 6 ماشي, والفيرجن 4 هو بيوز 128 بت. خلي بالك فرق ما بين البت والبايت اهو 32 بت في الفيرجن 4 ماشي, و128 في الفيرجن 6 اهو. هي راحت فين اهي, 128 بت في الفيرجن 6 ماشي. IP address is conventionally expressed in hexadecimal notation. IP address hexadecimal, لا اعتقد ان هي بتبقى hexadecimal ها ال IP address بالhexadecimal بتحول. لا اعتقد يا جماعه ده الماك لا ادرس. الهكسا ديسيمال ده في الماك ادرس فعلا زي ما هي. عارف ممكن ايه ممكن يا هاني في الفيرجن 6 بيبقى فيه هكسا ديسيمال فيرجن 6 على فكره صح فعلا, ما هي البروتوكولز لما بتشغلها فعلا بتبقى بالفيرجن 6 فبتبقى بالهكسا. الاي بي فيرجن 6 هو اللي بالهكسا ديسيمال. طيب expressed in hexadecimal notation يعني احنا هو هنا ما وضحش, هو قال كلام عن الاي بي ادرس بشكل عام. حد عنده اجابه من المحاضره؟ لو حد حضر المحاضره يا ريت يقول. مشكله انا اللي حضرت المحاضره. طب هايلايت بالاصفر وخلينا نكمل عشان ما فاضلش 10 دقايق. سؤال واحد بيقول لك ان النتورك لاير بروتوكول از امبلمنتد ان افري هوست اند راوتر. دي احنا قلنا ان هي ترو. نتورك لاير بروتوكول هو تي سي اي بي, يعني مش عارف هو هنا يقصد بيها ايه, بس خلينا نقول ترو حتى يظبط العكس. يعني network layer protocol is implemented in every host and router. ماشي خلينا نقول كده هوت. خلينا نلحق اشوف لو دي موجوده, كان بيها مش موجوده خلاص, ونبقى نشوف مع الدكتور ايه اللي هيتم. ده مش موجود هنا, بلاش نوتيشن دي. شابتر 1 غالبا. ايه شابتر 1 غالبا في شابتر 1 متاكد؟ شوف لا الشابتر 1 انا متاكد مش موجود فيها لان انا قريته. ولا موجود دي ولا موجود دي. عندنا نروح هكسا ديسيمال. طيب هكسا ديسيمال نوتيشن. طيب هنشوف ليكتشر 3 اخر حاجه. هو انا بحثت على الانترنت كاتب اي بي فيرجن 6 ادريسز ار 28 بت نمبر and are conventionally expressed using hexadecimal strings. ده الفيرجن 6 ده اللي احنا متاكدين منه, بس هو انا ما حددتش, هو هنا كان بيتكلم على الاي بي بشكل عام, مش عندي المعلومه بصراحه. طيب عامه مش هنختلف يعني. في اللير جيب اللير. هي في اللير اللي الصفحه فيها كلام كتير كده. فين هي ايوه في نفس الصفحه اللي انت هنا دي جيب دي كده.
ده هنا بتبتدي تتكلم على السكيورتي. فاضل 5 دقايق على المحاضره. طيب خلينا نريح كده 5. يعني اللي عايز مثلا يغسل وشه ولا عشان الدكتور وبتاع. واحنا ممكن نتجمع بعد ما الدكتور يخلص ومفيش اي مشكله. بس يا ريت يا جماعه ما حدش يقول للدكتور ان احنا معانا موضوع الشابتر 1 و2 و3 و4 دي. الشتات الثانيه دي ما حدش يجيب الجماعه. هو خلاص الامتحان بكره مش هيقدر يغير. بس لا ممكن يغير الصبح والله. غير الصبح. 4 الصبح.